انطلاق المؤتمر الوطني للشباب بحضور 1600 مشارك السبت المقبل، ومكافحة الإرهاب وتأثير نشر الأكاذيب على رأس أجندة المناقشات. إجراء 233 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار. انطلاق العام الدراسي الجديد لأكثر من 3 ملايين طالب بالصفوف الأولى، وإعفاء أبناء الشهداء وطلاب شمال سيناء وحلايب من المصروفات الدراسية. وللمرة الأولى ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك لأربعة تريليونات جنيه. مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده من الحال يوم. نبدا اخبارنا النهارده بملف اساسي ورئيسي عندنا في اخبارنا في الحال يوم، وهو صحه المصريين. زي ما قلت لحضراتكم، الدوله بتنتهج سياسه سريعه لحل مشكله الصحه وسياسه طويله الامد في ما يتعلق ببرنامج التامين الصحي الشامل، لكن كان في قوائم انتظار موجوده لعدد من العمليات، يعني ناس محتاجة تعمل العملية لكن في قوائم انتظار طويلة، عدد كبير والإمكانيات ما بتسعفش. رئيس الدولة أعلن عن مبادرة للانتهاء من قوائم الانتظار. هذه مبادرة مستمرة منذ فترة. النهاردة تم الإعلان عن نتائج المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية لإنهاء ومنع وإلغاء، بقى تنتهي بقى الحكاية دي خالص بتاعت قوائم الانتظار، ودي بتهدف ل التخفيف على المرضى طبعا. وناس كتير قوي من اللي بتسمعني دلوقتي عايشين هذه المرحله وعارفين كويس جدا انه يعني موضوع الانتظار ده مؤلم للاسره وللمريض كمان. تم اجراء ما يقرب من 232,633 عمليه، ده في المرحله الاولى والثانيه منذ بدء الحمله في 10 سبتمبر الجاري. منها 103,643 عمليه قسطره قلب، يعني دي تقريبا نص العدد بس قسطرة قلب، وحوالي 16,932 عملية جراحة قلب، ودي عملية دقيقة جدا، و 9,307 عملية مخ وأعصاب، و 10,350 عملية عظام. دي أنواع العمليات اللي المبادرة بتقدم تقرير بتقول للناس احنا عملنا خلال هذه المرحلة، ابتدينا يوم كذا عملنا كم عملية ونوع العمليات ايه. قالوا لنا كمان انه تم اجراء 750 ألف تقريبا عملية رمد، و 11,566 عملية اورام، و 169 عملية زراعة كلى، و 227 عملية زراعة كبد. الخبر كله يعني بصراحة انا استوقفني الرقم بتاع عملية زراعة الكبد دي، لانه يعني خبر حلو وان احنا نقدر نقوم بهذه العمليات في مصر، ويتم اثناء المبادره عمليات لزراعه كبد. بصراحه يعني استوقفتني، واعتقد انه يعني ان تشمل هذه المبادره كل هذا النوع من العمليات ده امر جيد جدا. 1,632 عمليه زراعه قوقعه، وتم تحويل حوالي 3,767 للعلاج الدوائي. اذا عدد من المبادرات، حضرتك ما تتلخبطش، هو في النهاية كله بيؤدي إلى صحة المواطن المصري. في نظام كبير قوي اسمه التأمين الصحي الشامل، وأصبح ليه هيئة، الهيئة دي بيرقصها وزير المالية في القانون بتاع التأمين الصحي الجديد، ودي هتعطي الحق لكل واحد بيسمعني دلوقتي في أرض مصر إنه يتعالج ببلاش لو مش قادر.
لو مش قادر يتعالج ببلاش، يعمل عملية ببلاش، يسافر بره مصر يتعالج ببلاش لو مش قادر، ملناش دعوة بيشتغل ايه، بس يكون دخله بحدود معينة تضمن ان احنا يعني ما نسويش بين اللي محتاج وبين اللي مش محتاج. كمان عشان بقى نكون بنخلص التأمين الصحي اللي يدوبك شغالين فيه في بورسعيد دلوقتي، وده عدد من المراحل، قلنا نعمل عدد من المبادرات. رئاسة الجمهورية ورئيس عبد الفتاح السيسي أطلقوا عدد من المبادرات، ووزارة الصحة أيضا بتقوم بعدد من القوافل الطبية عشان نستعجل أو نسرع في الحاجات المتأخرة، لأن ما يتعلق بصحة المواطن ما أعتقدش أنه يحتاج إلى تأخير. في نفس الخط منظومة التأمين الصحي الشامل استحدثت وظيفة جديدة، وهي وظيفة مدير رضاء المنتفعين. الوظيفة اسمها كده، مدير رضاء المنتفعين. هو بيقول انه هيكون في كل مركز طبي ووحدة صحية ومستشفى تابعة للمنظومة. احنا لسه بورسعيد، يعني لسه كل ده محافظة بورسعيد بتشوف كل التجارب اللي احنا بنعملها في موضوع التأمين الصحي. قعدنا شهرين وبعد كده دلوقتي من 1/9 وهم في طور التنفيذ. فقالوا هنحط هذا المدير في كل مكان عشان يكون مسؤول ويكون حلقة وصل بين المنظومة وبين المنتفع. يعني ايه؟ يعني هو مثلا اتخيل هيكون المستشفى اللي حضراتكم شايفينها دي هيكون ماشي فيها هو والإدارة بتاعته، ويسأل الناس طب انت الدكتور كشف عليك، انت يعني دخلت في الميعاد اتأخرت، طب انت حالتك محتاجة رعاية بعد كده، طب محتاج ايه، طب ايه الموضوع، ارفع التقرير لمدير المستشفى عشان نقعد مع بعض ونتفاهم ازاي الشخص اللي جاي يتعالج ده اشتكى وهو موجود في الانتظار ما كانش عنده وقت يقول للدكتور على شكاوى، يمكن في شكاوى إدارية الدكتور ملوش علاقة بيها. فهيبقى في مدير رضاء المنتفعين، يعني التسمية تقيلة شوية، بس يعني هيبقى في مدير عشان يشوف الناس ويطمن عليها إذا كانت راضية عن الخدمة ولا لا، وده هيكون موجود في كل وحدة وتطبق دلوقتي في بورسعيد. طبعا التأمين الصحي تم تشغيله تجريبيا، والتقلص هم دلوقتي في التنفيذ في محافظة بورسعيد في 25 وحدة وسبع مستشفيات كبرى. ده بالتوازي مع زي ما كان قالوا لنا ضيوفنا قبل كده تجديد بعض المستشفيات في محافظة بورسعيد. لسه في أخبارنا المحلية، النهاردة تم توقيع اتفاقية لإنشاء شبكات الاتصالات وشبكات الخدمات الذكية داخل العاصمة الإدارية الجديدة. أنتوا عارفين تصميم مدينة العالمين أو العاصمة الإدارية الجديدة هي من المدن الذكية. يعني إيه؟ يعني كل الخدمات التقنية هتبقى فيها أسرع، يعني كابل الإنترنت اللي موجود هيبقى أسرع، هيبقى جوه الحيطان ماشي، خلاص بقى بنأسس من أول وجديد. انت عارف دلوقتي انت حتى البيوت الراقيه لما تيجي تدخل الانترنت تبقى محتاج تشوف الراوتر هيبقى فين عشان ادخل سلك الانترنت ازاي. لا، دي كابلات من نوع معين بتقدر ان انت تدخلها في كل البيوت، يعني لان العاصمه كلها واحد فيما يتعلق بالخدمات، فبيبقى عندك تقنيه حديثه جدا، وهي تقنيه بعد كده كل سنه هتلاقوا ليها فوائد اكتر. في استراتيجية بتضعها العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وتزويد العاصمة بأحدث النظم التكنولوجية لإدارة المدن الذكية متكاملة الخدمات. الاتفاقية دي بموجبها الشركة المصرية للاتصالات ستقوم بإنشاء وتشغيل وتأجير وإدارة، كل لفظ من دول له مردود قانوني، إنشاء وتشغيل وتأجير وإدارة وصيانة شبكات الاتصالات وكذلك الخدمات الذكية والأمنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وكمان توفير ما تحتاجه هذه الشبكات من بنية تحتية. لو أحمد زكي عبد الدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة أكد أن هذا الاتفاق هام جدا من ناحية التوجه العام، أنها مدينة من مدن الجيل الرابع، وأكد كمان أنه هيكون هناك تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كل الأمور المتعلقة بالتنفيذ. برضو ما زلنا في أخبارنا المحلية، كل سنة حضراتكم طيبين. النهاردة العام الدراسي ابتدأ طبعا عند بعض الناس، في ناس ابتدت قبل كده وفي ناس لسه على يوم 20 أو 21 هتبدأ الدراسة، 20 هيبقى الجمعة تقريبا، السبت والحد في مدارس تانية هتدخل. العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية انطلق النهاردة الأربع، كنا زمان بندخل يوم السبت مش عارف ليه عملوها الأربع، لتلاميذ الصفوف الأولى رياض الأطفال بمستوييها والصفين الأول والتاني الابتدائي.
اللي بيزيد عددهم على 3 مليون طفل. احنا بس عندنا 3 مليون طفل في رياض الأطفال وسنة أولى وتانية ابتدائي، دولة صغيرة. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك فئات من الطلبة تم إعفائها من المصروفات الحكومية، وده أهم حاجة في الخبر. الفئات دي على رأسهم أبناء شهداء ثورة 25 يناير، أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاء، وأبناء الشهداء ضحايا العمليات الإرهابية، والطلاب يتامى الأب. خبر حلو ومحترم. لا نتحدث عن القيمة المادية للمصروفات، ولكن بنتحدث عن المعنى اللي احنا كدولة بنتخذه وبنقرره عشان نقول للناس دي دايما ان احنا فاكرين ومش ناسيين. اعلنت وزارة التربية والتعليم ايضا انه ابناء الاسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمعاشات والمساعدات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، وابناء المرأة المعيلة والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، وابناء الذكور المفرج عنهم من السجون، وابناء مصابي العمليات الحربية والمصابين بعجز كلي أو جزئي، وأبناء مفقودي العمليات الحربية، وأبناء مدارس حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة والمجتمعية والمدارس الصديقة للفتيات والأطفال والمتحرمين من الأمية وملتحقين بالمدارس، كل هؤلاء تم إعفائهم من المصروفات الدراسية. مرة تانية، المصروفات الدراسية الحكومية في المرحلة الأولى والتانية أنا عارف مش رقم كبير، بس الأسرة بيقع على عاتقها مصروفات أخرى، لكن الدولة رأت أنه في رمز وفي معنى من إعفاء كل هؤلاء من المصروفات الدراسية. على المستوى الاقتصادي وفي أخبارنا المحلية النهاردة، وللمرة الأولى تسجل ودائع البنوك العاملة في السوق المصرية 4 تريليون جنيه، رقم كبير. يعني ناس حاطه في البنوك 4 تريليون جنيه في الجهاز المصرفي المصري. الكلام ده بنهايه شهر يونيو 2019. في مايو الماضي كان الرقم 3.9 تقريبا وفقا لتقارير البنك المركزي. اسباب ارتفاع الودائع بيكون اهمها استثمار المواطن المصري في اوقات معينه. يعني في ناس تقول لك ايه، والله في ثقة كده كبيرة قوي بين المواطن المصري وبين البنك، يقولك والله أنا هحط 100,000 جنيه هتجيب لي قد كده كل شهر فهقدر أصرف منهم. في موجود كده، وفي اللي بيعملها وديعة سنوية، وفي اللي بيعملها، احنا عندنا برامج في البنوك المصرية بتجيب العائد على اليوم، يعني حساب في البنك يديك العائد على اليوم الواحد لحد 5 سنين. وطول عمرنا سواء كانت شركات، مؤسسات، أفراد، ستات بيوت، طول عمرنا نثق في البنك. الصح للاقتصاد إن الفلوس دي تخرج تدور. طبعا أتمنى نشوف فكرة تانية، يعني فكرة قناة السويس دي لازم تتكرر، لازم في مشروع تاني، مشروع يحقق الحاجتين، يحقق الحالة الوطنية اللي كانت عند المصريين في شهادات قناة السويس، وفي نفس الوقت يدير العائد اللي جه على الناس اللي خدت عائد من الشهادات بتاعتها. نجح فكرة، يعني مش محتاج نتكلم عنها لأن هي ناجحة وشارحة روحها. خدوا فلوس من المصريين بدافع وطني، خلصوا الاكتتاب في 8 أيام، المشروع خلص والشهادات كسبت والفلوس رجعت لأصحابها، مفيش أحلى من كده. نشوف بقى مشاريع تانية عشان 4 تريليون في البنوك، يعني طبعا ثقة في الجهاز المصرفي، لكن كمان نتمنى إن احنا نشوفهم يعني في مشروعات، وده أمر يعني هيشغل المجتمع كله مش بس القطاع المصرفي. انتوا عارفين طبعا قناة الحياة هي جزء من مؤسسة إعلام المصريين. كشفت النهاردة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي يعني شركة من رواد الشركات في مجال الدراما في الوطن العربي كله. اللي بيروح فيكو ميديا سيتي في دبي، بيروح اي حته بيقدر يكون عارف انه السوق المصري بقى ليه سمعه كبيره جدا. اسم اعلام المصريين، مش بقول كده عشان انا بشتغل في المؤسسه دي، لكن انا بقول لحضراتكم الاسواق الاخرى اللي بتتعامل في الميديا الان تعلم تماما ان هناك مؤسسه ضخمه ليها يعني وضعها، وضخمه كمان بامكانياتنا احنا. يعني ما شاء الله عدد القنوات والاصدارات بتاعتنا اعتقد انها تفوق اي مؤسسه إعلامية أخرى موجودة في الشرق الأوسط. أعلنت الشركة المتحدة
للخدمات عن دعمها للشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامي، وده من خلال إعلانها عن إتمام تعاقد على أعمال درامية مع العديد من الشركات العاملة في السوق المصرية. على سبيل المثال أعلنت عن تعاقدها على مسلسل مع أحد المنتجين، وكمان أعلنت عن مسلسل آخر للزعيم عادل إمام، وأعلنت أيضا عن مسلسل نصيبي واسمتك من إنتاج المنتج أحمد عبد العاطي، المنتجة مها سليم. الأسماء دي كلها موجودة في السوق، ناس بتعرفها، وده كمان من باب أنه يحصل نوع من أنواع المشاركة. تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قال إن الشركات مستمرة بهدف التعاون المثمر والمتنوع من أجل إثراء الدراما المصرية والعربية من خلال نصوص متميزة تليق بالأسرة المصرية. الأخبار بقى اللي أنا بحبها جدا النهاردة، مستعجلين شوية في قراءة الأخبار، عندنا حلقة حلوة قوي سواء في الجزء الأول منها أو الجزء الثاني. مؤتمر الشباب هيبتدي يوم السبت، ومؤتمر الشباب ده مهم ومهم قوي، والناس مستنياه بصراحة، والناس بتحب تسمع، وتقريبا كده هو المتنفس اللي تقدر تتكلم فيه في حضور رئيس الدولة والوزراء ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان وشباب كتيرة جدا. 1600 مشارك هيكونوا موجودين يوم السبت اللي جاي. الشباب اللي بينظموا هذا المؤتمر هما اللي بيختاروا الأجندة بتاعته، فمحاور النقاش اللي هتكون موجودة في هذا المؤتمر هو تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا. النهاردة 11 سبتمبر لو حضراتكم تفتكروا، اللي كان قاعد في برج التجارة العالمي في نيويورك اتضربت بطيارات لا الأقمار الصناعية ولا الاف بي اي ولا اي قوه من القوى اللي على الارض قدرت تحمي الامريكان اللي راحوا ضحيه لهذا العمل الاجرامي. ذكرى تخلينا نفتكر. ومؤتمر الشباب يعني انا احيي اللي خد التوبيك ده، اللي خد الموضوع ده، يعني لانه جاي في توقيت صحيح ويتواكب ايضا مع خطاب مصر الدائم الدولي اللي اصبح له رونق الحقيقه بنجيد تسويق هذه الفكره، فكره مكافحه الارهاب. الإرهاب مرفوض في كل أرض، مرفوض في أمريكا ومرفوض في فرنسا ومرفوض في شمال سيناء ومرفوض في ليبيا. إرهاق يعني الناس بهذه الأفعال الإجرامية، النفس البشرية تعبت وتبقى موجود تقول لي والله أصل دي دولة من دول العالم الثالث بيحصل فيها حوادث، أصل مش عارف إيه. طب وباريس؟ ناس كانت قاعدة في المسرح اتضربت، وبقول لك في 11 سبتمبر كانوا برج التجارة العالمي اتضربوا. لا دين ولا حدود لهذا الإرهاب. فيعني أحيي كل من اختار هذا الموضوع كي يكون على أجندة النقاش في مؤتمر الشباب يوم السبت إن شاء الله. كمان في موضوع تاني مهم جدا وخاصة في المجتمعات العربية مش بس مجتمعنا المصري، هو نشر الأكاذيب. يعني أنا مثلا متضايق من واحد أروح كاتب على الإنترنت والله ده فلان ده سرق مش عارف قد إيه، انت بقى على ما تروح تجيب له حكم من محكمة النقض عشان تبرأه، او فلانة اتجوزت فلان، فلانة طلقت من فلان، ده على المستوى الحكاوي الاجتماعية. على المستوى التاني بقى انفجار يهز مش عارف ايه، يا عم بالراحة، مش في دولة؟ وبعد بقى ما تلاقي الاولاني كتب انفجار يهز الكلام ده، تلاقي اللي بعديه ريتويت واللي بعديه بيعمل شير ولا اي وتمشي بقى. بقى في ايه اليومين دول؟ بقى في انه متضايقين من مصر، طب نعمل ايه؟ نعمل كام اكاونت من دول كده ونطلع اخبار كذبه على البلد. ده انا بقول لك على المثال البسيط، ده في دول بتعمل لدول كده. فلذلك مؤتمر الشباب قرر انه يناقش موضوع الاخبار الكاذبه واثرها على المجتمع. انا اعتقد مش بس اي مجتمع مهما بلغت نسبه الثقافه والتعليم فيه، برضه موضوع الفيك نيوز ده واخد كل يعني المجتمعات. الشيخ محمد بن راشد مرة كتب مقال عن موضوع الفيك نيوز ده، برضو في ندوات كثيرة جدا ممكن تحضرها في دول من دول العالم الأول تتحدث عن الأخبار الكاذبة ونشرها وإزاي تعد الآن جزء من الحروب. إن أردت أن تحارب مجتمعا إزاي تحاربه بهذا النوع من الإشاعات. دي كانت أخبارنا النهاردة. عايز أوري حضراتكم
يعني الشباب اللي بينظموا مؤتمر الشباب، الشباب اللي بيشتغلوا في البرنامج الرئاسي، الشباب اللي بيشتغلوا في تنسيقية الأحزاب، هم كلهم شبه بعض، كلهم نفس النقاء والفكر وجودة النقاش. يعني بتناقش معاهم بتحس كده بموضوعية، وبتحس من بأنه مش لازم يختلف كي يختلف، لا هو ممكن يرجع في رأيه، ممكن يضيف ينتقص زي ما هو عايز. لذلك عشان نلقي الضوء أكتر على يوم السبت الجاي إن شاء الله مؤتمر الشباب، هيكون ضيفي النهاردة الأستاذ إبراهيم ناجي الشهابي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الفقرة الأولى. الفقرة الثانية عندي النهاردة النجم ماجد المصري. ماجد المصري عامل مسلسل يا جماعة بيتعرض على قناة الحياة، هو قبل الحياة اليوم على طول بتذاع الساعة 7، وأنا كل يوم أنا أول ما أدخل المحطة بشغل أشوف المسلسل بحر بتاع ماجد المصري. مسلسل حلو، يعني بتصادف إن أنا كل الأيام اللي أنا موجود فيها بتفرج على الحلقات بتاعت المسلسل وبشوفه. لذلك النهاردة هيشرفنا ماجد المصري في حوار في الجزء الثاني من حلقة الحياة اليوم. أطلع فاصل وأرجع نشوف إيه اللي هيحصل في مؤتمر الشباب اللي جاي يوم السبت مع إبراهيم الشهابي بعد فاصل قصير، خليكم معانا. تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود لمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تصديها لكافة الجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي، ونجحت خلال شهر في ضبط 143 قضية بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من 907 مليون جنيه، اشتملت على جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليها، وكذا قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وجرائم غسل الأموال وتوظيفها والكسب غير المشروع والتحويلات المالية بطرق غير مشروعة والتهريب الجمركي. فمن جهة مكافحة التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي والتهريب، تم ضبط 32 قضية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 76 مليون جنيه، وأكثر من 9 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة، وذلك بسبب الإتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، علاوة على جرائمهم في تجميع مدخرات المصريين بالخارج وتوصيل ما يعادل قيمتها إلى ذويهم في الداخل، والمضاربة بأموال المواطنين في البورصات العالمية المعروف بنظام الفوركس، مما يؤدي إلى حجب دخول العملات الأجنبية للبلاد ويؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري. وفي مجال الاختلاس والإضرار بالمال العام والرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال، تم ضبط 46 قضية بقيمة إجمالية أكثر من 296 مليون جنيه. وللحفاظ على الموارد الاقتصادية للبلاد، تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم من فحص واستهداف وضبط العديد من الممولين والشركات والمنشآت التجارية المتهربين من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليهم للخزانة العامة للدولة، حيث أسفرت جهود الإدارة العامة خلال شهر من ضبط عدد 5310 قضية بإجمالي حجم تعاملات قرابة 8 مليارات جنيه، تمثلت في فحص وضبط عدد 701 قضية تهرب ضريبي على الدخل بإجمالي حجم تعاملات قرابة 5.5 مليار جنيه، وكذا عدد 950 منشأة تهرب ضريبي من القيمة المضافة بإجمالي حجم تعاملات قرابة 2.5 مليار جنيه. كما قامت الإدارة بفحص واستهداف المنشآت التجارية العاملة خارج الوعاء الضريبي واتخاذ إجراءات تسجيلهم ضمن الاقتصاد الرسمي للبلاد، فقد تمكنت الإدارة من استهداف 897 منشأة تجارية. كما أسفرت الجهود الميدانية في مجال مكافحة التهرب الجمركي
من استهداف وضبط المنشآت التجارية المتاجرة في البضائع والسجائر المهربة جمركيا، وتفعيل الأكمنة الأمنية بضبط ومنع تداول السلع المهربة، وكذا ضبط السيارات السياحية والتريبتك المخالفة لشروط الإفراج الجمركي. فقد تمكنت الإدارة من ضبط عدد 231 قضية، تم التصالح في 179 قضية. كما قامت الإدارة العامة في مجالات الضرائب العقارية والملاهي وتنفيذ الأحكام وإزالة التعديات من ضبط عدد 3428 قضية، وتم التصالح في عدد 705 قضية منهم. قضايا متنوعة تتصدى لها وزارة الداخلية للحفاظ على المال العام وأموال المواطنين، تسترد من خلالها الحقوق، وما للجاني إلا العقاب والردع. عاشت مصر آمنة. رئيس الجمهورية. بنعود لحضراتكم مرة تانية. مؤتمر الشباب وحالة بتحصل في المجتمع، بيشوفوا الكبير والصغير، بتشوفوا ست البيت، وده يمكن كلام يعني اللي بيسمعنا من حضراتكم يعرف تماما انه بيبقى فيه نسبة متابعة كبيرة قوي لهذا النوع من المؤتمرات. السبت الجاي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ينطلق مؤتمر الشباب في نسخته الثامنة، وضيف النهاردة واحد من المشاركين في هذا المؤتمر، وهيقول لنا تفاصيل أكتر عن فعاليات المؤتمر. أستاذ إبراهيم ناجي الشهابي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. دايما أنا بحب أستضيفكم طبعا، يعني بسعد بالنقاش معاكم. حضرتك دايما يعني بروح الشباب دايما بتسعى الى دعم. لا انا مش شباب قوي، بس يعني بس روح الشباب برضو حضرتك دايما حضرتك. لا انا شباب، ما تنساش يا ابراهيم، مش تاخدني معاكم في التنسيقيه بتاعتكم ولا ايه؟ ده لينا الشرف طبعا. الله يخليك. بيحصل حاله كده من الروح الايجابيه ساعه ايام مؤتمر الشباب، وصحح لي لو انا غلط، يعني بيكون في خطاب بين الرئيس وبين الناس بسيط، بتفهمه ست البيت وبفهمه المتخصص وبفهموا الناس بتوع الاقتصاد، بنتكلم فيه في السياسه، وفي حاله غياب للاحزاب. اعتقد انه اليوم ده بيكشف اشياء كثيره جدا، بتشوف ازاي الحاله دي؟ يمكن خليني اقول لحضرتك انه مؤتمرات الشباب كانت حاله حوار مجتمعي مفتوح، ويمكن ده كان ناتج انه بعد 25 يناير و30 يونيو والفتره اللي احنا مرينا بيها الطويله دي من مرحله السيوله الى حد كبير، كان في قناعة من القيادة السياسية أنه لابد من حالة حوار مجتمعي. بالتأكيد هي بتعوض غياب الأحزاب، وبتعوض غياب أو فقر حالة النخبة في مصر لحد كبير، اللي بيضطر في النهاية القيادة السياسية والسلطة التنفيذية تنزل في حالة حوار مباشر مع الجمهور. وعايز أقول لحضرتك يمكن طول الوقت الرسالة اللي بيأكدها المؤتمر هي المعلومة ثم المعلومة والحقائق وحالة الحوار وترسيخ حالة وعي. الوعي اللي عند الناس اللي بتخلق من انت بتشوف قدامك المشكلة، بتشوف الأرقام اللي موجودة اللي بتعبر عن الحالة والمشكلة دي، ثم بتلاقي الحل اللي بتقدمه السياسات الحكومية التنفيذية. طبعا كان المفروض اللي يلعب الدور ده الأحزاب، ولكن كطبيعة التحول اللي بيجري الجاري في مصر ونتيجة تراكمات طويلة جدا، القيادة السياسية ارتأت انها طول الوقت يبقى يتحول المؤتمر الى حالة حوار. وعايز اقول لك حالة حوار برؤية جديدة برضه، لانه ما اتحبس في العاصمه وما اقتصرش على مجموعه معينه من النخب، لا ده راح من كل النطاقات الجغرافيه على مستوى الجمهوريه، ناقش ثقافه الشاب في الريف والشاب السيناوي، الشاب السواحلي، الشاب الصعيدي وغيرنا. وكان حاله الحوار المجتمعي هدفها الرئيسي ان يرى هذا الجيل كيف تبنى الدول، وايه طبيعه التغيير المطلوب، وايه طبيعه المشكلات، لانه أكبر مشكلة ممكن تواجه مجتمع أن يتسلط عليه وعي زائف. وأنا يمكن عايز أقول أن المصريين طول الوقت كان وعيهم قوي، يعني مفيش خوف على الرأي العام في مصر من تزييف الوعي، لكن المشكلة تبقى كبيرة لما يكون الحالة حالة غياب أو ضعف وعي أو ضعف مناعة نخب، لأن الواقع خلال السنوات الماضية وحتى الآن في المشهد بشكل كبير ما زال ضعف المناعة لدى قطاع كبير من النخبة المصرية، أصبح للأسف أحد دعائم وجود حالة عدم الاستقرار
بقى للأسف بيخدم بأشكال أخرى الإرهاب ومستهدفاته في المجتمع، سواء بوعي أو بدون وعي، يعني سواء بقصد أو بدون قصد. احنا يعني بنتكلم عن ضعف وعي، مش بنتكلم عن قصد يعني. لكن الحقيقة ممكن أفهم إن المواطن في الشارع بيبقى عنده تساؤلات طول الوقت. ممكن أفهم إن المواطن طول الوقت بيدور على المعلومة بأي شكل، لكن ما أقدرش أفهمه، خاصة إن يعني موضوع المؤتمر بيتكلم عن حروب الشائعات والمعلومات المغلوطة. لكن اللي ما أقدرش أفهمه إنه يبقى في نخب عندها إشكالية في تمييز الحقائق وفي تمييز المعلومات، وللأسف بنلاقي نخب محترمة بتنجرف مع الحالة. بكل وضوح يعني النهاردة لما بنيجي نقول إن إحنا في إطار حالة مكافحة للإرهاب، هل إحنا محتاجين نكرر كل المرسلة دي؟ آه محتاجين نكررها. هل الإرهاب بياخد شكل واحد؟ ده الإرهاب بتتعدد أشكاله. طب لما تكون بتحارب إرهاب معناه إن أنت في حرب، وقام حرب وفي حاجة اسمها إعلام، الإعلام والحرب النفسية اللي بتكمل أهداف الإرهاب العنيف اللي موجود. طب هنا السؤال بقى تبقى إيه مهمة النخب السياسية؟ مهمة النخب السياسية ومهمة النخب المثقفة في أي مكان إنها تشكل مناعة المجتمع ضد حالات الفوضى، الفوضى المعلومات. النهاردة السوشيال ميديا خلت أي حد ممكن يطلع ينال من أي حد، وده اللي بيشوفه المؤتمر، يعني ده اللي البند الآخر اللي موجود فيه فعاليات المؤتمر اللي هي الإشاعات وتأثيرها على المجتمع. أنا برضو هقف عند الحالة المعنوية اللي بتبقى عند الناس سواء اللي حاضرين أو اللي قدام شاشات التلفزيون. حضرت المؤتمرات الشباب؟ صحيح. يعني أغلبيها تقريبا ولا تقريب كلها؟ تقريبا أغلبها مش كلها. فبتشوفوا يعني نمرة واحد، لا وانا ما اعرفش انا بقول الكلام ده صح ولا لا، ما افتكرش ان في واحد في القاعه بيبقى عارف الترتيب هيمشي ازاي. الموضوع بيبقى ماشي ارتجالي وبطبيعتها، يعني ماشيه بشكل كده يعني. يمكن انا عايز انقل لحضرتك اللقطه الاولى في اول مؤتمر الشباب. احنا ما كناش متعودين احنا ممكن نشوف وزير واقف بيشرح لشاب يعني، او انك تشوف مثلا السيد الرئيس بيتحرك وسط الحضور كده بلا حراسه مثلا، وطالع بيتحرك من مكان لمكان يعني. المشهد في الاول في اول مؤتمر للشباب ان احنا فوجئنا بانه السلطه التنفيذيه كلها والسيد الرئيس معنا 3 ايام. وبعدين فوجئنا كمان بحاله حوار مع كل الشرائح اللي بتمثل الشباب. واحنا كنا في التجربه دي كنا قاعدين مع السيد الرئيس في حوار، وطالبنا مجموعه مطالب كان من ضمنها بالمناسبه الافراج على المتظاهرين ممن لم يكونوا متهمين بالارهاب او لهم علاقه بالجماعات الارهابيه، وايضا تعديل قانون التظاهر. واحنا في الواقع ما كناش متوقعين كثيرا يعني ما كناش متوقعين ومعولين بشكل كبير يعني. واذا بينا نفاجئ انه في الجلسه الختاميه السيد الرئيس طالع بيقول تقريبا صيغه التوصيات بنفس ما طلبناه. هي دي الحاجه اللي انا بقف عندها برضو، انه وخلينا صرحه يعني بعض المؤتمرات والندوات والحاجات دي بتطلع بيها يعني واشارات والى اخره، احنا سميناها توصيات بس انا بسميها تكليفات رئاسيه. يعني صح. بلاقي انه ايه مجلس الوزراء بعدها اجتمع لتنفيذ هذه التوصيات. صح. ففي آلية اتعملت، وده جزء من العزز مصداقية الحوار. يعني برضو هرجع تاني، بالنسبة لنا احنا كسياسيين يعني احنا كان في اول مؤتمر في تيارات من المعارضة مش موجودة دخلت داخل حالة الحوار وامنت بيها لانه كان في مصداقية. شفنا لجان اتشكلت من اول يوم وده في اول مؤتمر، وبعدين كمان اتعمل مدى زمني ليها وفعلا اتشكلت قوائم العفو وتم الافراج على الناس. احنا بنتكلم عن ايه بقى؟ وبرضه تم تعديل قانون التظاهر. بنتكلم حوالين حاله بدات بقوه دفعه هائله من القياده السياسيه، ثم استمرت بقى واخدت مصداقيتها ان التوصيات بتتحول الى امور موضوعيه على امر الواقع. لانه كمان يعني كل حاجه فيها ليست شكليه، يعني شكلية. ما شفتش نقاش شكلي، ما شفتش رسائل معينة تصاغ من أجلها هذه المؤتمرات، لا شفت نقاش موضوعي يخرج عنه توصيات، وهذه التوصيات حتى هذه اللحظة نفذت، بل أنه في بعض القضايا تم ارتجالها أثناء المؤتمر زي الشاب اللي طلع قال قبل كده على قضية النوبة. وزير عمر مروان كنت بعمل معاه لقاء قال لي ده مش الحكومة سحبت الاقتراع، ده كان ولا الحكومة فكرت فيه، ده كان شاب في مؤتمر الشباب وقال للرئيس منه للرئيس قال له والله عايزين تعويضات عن موضوع السد العالي وسد أسوان فيه لأهلنا في النوم. يعني الشاب هو صاحب الفكرة الآن اللي جان عقدت ودرس الموضوع وعمل وكله تمام وبيصرفوا التعويضات دي دلوقتي. وده يخليني أقول لك وأسألك بقى، إنه
الحالة السياسية داخل لجنة تنسيقية الأحزاب بتشوفوا إيه دلوقتي؟ إيه أجندة العمل اللي أنتوا بتشتغلوا عليها؟ يمكن أنا عايز أقول لحضرتك يمكن من اللي دعم مصداقية مؤتمرات الشباب اللي حضرتك قلته لأنها حالة حوار مفتوحة مع الرئيس. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقى هي حالة جيل جديد شاف الحقائق في مصر في مرحلة معينة يعني، وجيل كان منتمي للعمل السياسي وبيمثل تيارات من أقصى المعارضة حتى يعني من التيارات القومية ومن التيارات الليبرالية ومن التيارات اليسار ويعني حتى السلفيين ممثلين فيها، لكن اللي خلقته تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين إنها خلقت فكرة الحوار دون المزايدة. صح، ما كانش عندنا في التيار الآباء برغم احترامنا ليهم بنتعلم منهم يعني والمؤسسين والخبراء، ما كانش فيه تيار بيقعد مع الآخر وما كانش فيه مجموعات من جوه التيار نفسه ممكن تقعد مع بعض، وده كان بيخلق حالة فراغ. النهاردة الجيل الجديد من السياسيين بقى بيناقش القضايا بهدوء، عنده برامج ورؤى وبدأ يتحول إلى الرأي المتخصص، بدا بنناقش الملفات الكبيرة مش بس نخبة مختصرة على يلا بينا نطلع نتكلم عن قانون التظاهر، بالمناسبة ده كان مطلبنا في أول لقاء مع الرئيس يعني، لا بقيت مطالبنا بعيد عن قانون الانتخابات كمان، بدا بنناقش قضايا التعليم، قضايا الصحة، وكان واللي أدى لده بقى ببساطة شديدة جدا وجودنا في نموذج المحاكاة. صحيح. للدولة المصرية. مصر كانت بتفتقد لسنوات طويلة قوي فكرة الرأي السياسي. يعني احنا عندنا رأي المتخصص وعندنا رأي التنفيذي من دولاب العامة، ما كانش عندنا الرأي السياسي اللي هو الرأي الخلاق اللي بيربط بين رؤية المتخصص ورؤية التنفيذي اللي بيشتغل في دولاب العامة في الدولة. طيب انت عارف ان انا واحد من المعجبين بيكم طبعا، بس عندي سؤال، انا عايز بقى الكلام ده ينزل على الارض. يعني انا انتهيت، انا مثلا خدت قانون زي قانون التصالح على مخالفات البناء حطيته معاكم في اللجنة وقعدتوا تتناقشوا وتختلفوا واليسار واليمين وده يقول رأي وده يقول رأي، ثم ماذا بعد؟ أنا عايز أشوف، عايز أشوف جزء منكم في المرحلة التشريعية الجاية، عايز أشوف جزء منكم في مجلس الشورى، جزء منكم في مجلس النواب، جزء منكم في انتخابات المحليات، فيش خطة للكلام ده؟ يعني أعتقد إن إحنا بنجتهد، ودي مسألة بنجتهد فيها عبر أحزابنا بشكل كبير، وأعتقد إنه في يعني بالتأكيد هذا الجيل بيثبت طول الوقت إنه ممكن يكون موجود في الحالة، ومش الجيل بس، مجموعة السياسيين اللي جوه التنسيقية، لا ده حركة جيل كامل داخل وخارج التنسيقية. اللي بشوفه إنه في بالتأكيد إحنا بناخد الخبرات، بنشتغل في دوائرنا على الأرض، موجودين وسط الناس، مش بعيدين عبر حتى هيكلنا الحزبية، لكن أهم شيء في هذه اللحظة هو إنجاح التجربة لأنها تجربة جيل، وأنا بقول تجربة جيل مش بتكلم بس تجربة الجيل الشباب المجموعة المتميزة اللي جوه التنسيقية، أنا بقول تجربة جيل كامل ممكن يخرج من التاريخ بقسوة، لأنه إحنا عاصرنا حالة سيولة مر بها المجتمع وما كانش في التجربة والفرصة المتاحة لنا الآن. وبالتالي مش هدف، وبرضو جزء من معالجتنا إحنا الحالة السياسية إن إحنا نعالج حالة الشخصنة، إن إحنا كل واحد فينا بيدور على منصب. فعلا للأمانة يعني النقاشات معاكم وحتى شخصياتكم بها الكثير من الهدوء في النقاش، يعني في مساحات للاختلاف والاتفاق كثيرة. هرجع بيك تاني للمؤتمر الشباب، رئيس الدولة على الهواء ولمدة 3 ساعات، انت شفت ده في دول شبيهة لينا؟ يعني هل في الدول العربية مثلا او في دول البحر المتوسط اللي شبهنا، ايطاليا واليونان وقبرص، او في بعض الدول الافريقية، هل انت جيب بالك او سمعت، انا شخصيا ما سمعت عن حوار يقوم بيه رئيس الدولة مع الناس على الهواء مباشرة، يناقش الوزير ويناقش الشباب ويناقش المواطنين؟ لا، لانه في الواقع برضه حتى في الدول الديمقراطيه وصل دولاب الديمقراطيه نفسه انه كبر قوي وتكلس بشكل كبير، وحتى اصبحت نسب مشاركه الشباب في اكثر الديمقراطيات المستقره ضعيف جدا. لكن احنا في مصر في حاله تاسيس. على فكره انت لو دعيت الشباب في فرنسا مثلا للقاء ماكرون مش هتلاقي اقبال زي ما انت متخيل، مع انه يعني لمجرد انه ترشح بس الناس كتير دخلت الانتخابات وقال لك ده في شرائح انتخابيه دخلت لاول مره ما كناش بنشوفها قبل كده. لكن مصر في حاله تاسيس، وحالة التأسيس دي بتطلب إجراءات ربما تكون وربما فيها جرأة وفيها تفكير بره الصندوق. يعني مؤتمرات الشباب في حد ذاتها يمكن أشاد بيها المجلس الدولي لحقوق الإنسان. صحيح. بالأمم المتحدة. ودي لأنها تجربة حوار مفتوح ما أخدش صيغة معينة، اتفتح على كل الطيارات على وانتقل بعد كده بالتجربة، وعايز أقول لك بالإيه يعني بدون شكل مخطط يعني. انتقل وتوصيات الشباب، نعمل منتدى شباب العالم، فيبقى الشباب نفسهم بعد ما اخذوا خبره المؤتمرات المحليه بينقلوا التجربه
الى العالم. وعايز اقول لحضرتك بقى بنسبه منتدى شباب العالم، يعني اللي يشوف نقاشات الشباب المصري اللي اخذ الثقه من الحوار في مؤتمرات الشباب الوطنيه يشعر بالفخر. لان انت كنت بتشوف نخب جايه من دول متقدمه جدا وعريقه في الممارسه، في ممارسات العمل العام بشكل رئيسي، ونخب شاب على مستوى العالم، وتلاقي الشباب المصري بيناقش بعلم بافكار برؤى وطرح. بعض الحاجات اللي سمعناها يعني من بعض الشباب اللي جينا مباراه ده يقول لك ده زي ايجيبشن موديل، يعني ده نموذج مصري. واحنا بطبيعه الاحوال قدمنا ده داخل منتدى شباب العالم. طيب هل انتوا ليكوا يعني انتوا بتدعوا بشكل فردي، ولا تنسيقيه شباب الاحزاب بيبقى لها ورقه عمل او بيبقى لها مشاركه معينه، ولا بتبقى الاجتماعات اللي موجوده اللي هنشوفها يوم السبت ان شاء الله بس بدعوات لكل اشخاص تنسيقيه الاحزاب؟ لا، تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين عندها بقى شغل على مدار الساعه، لان احنا بنناقش ملفات المطروحه على الحكومه والمطروحه على البرلمان، وبنناقش قضايا عامه، وبنجمع فيها افكار احزابنا، ومشغلين فيها امانات الشباب داخل احزابنا بشكل مخلي فيه خليه عمل شغاله، هدفها ان يكون عندك جيل جديد من السياسيين عنده وعي وعنده ادراك لحجم المشكلات وعنده روشته واضحه. صحيح. اذا الدعوه لمؤتمر الشباب بتبقى دعوه للحضور، تبقى دعوه للحضور والمشاركه. يمكن احنا بقول من اهم ما انجزته مؤتمرات الشباب انها اعادت مره اخرى راي السياسيين. بقى في سياسيين في مصر عندهم راي وطرح. وهي الناس بتفكر ان الندوات بس هي اللي بتبقى هي فحوى المؤتمر، لا، ده الجلسات الجانبيه ايضا اللي صحيح. هي بين الدوائر، ما انت بتشوف وزراء وبتقعد تتناقش معاهم، وبتشوف صحيح. يعني طيارات سياسيه اخرى، وبتشوف مفكرين وادباء وكتاب واعلاميين، صحيح، وبتشوف ناس من دول تانية احيانا في المنتديات، منتدى الشباب العالمي بتشوف صحيح. ناس من دول تانية، مش بس الجلسات اللي بتذاع. يعني ما هو دي بقى مصداقيه حاله الحوار، لما يكون حوار مفتوح، حوار الهدف منه ان الكل يعرف، ان الكل يعي، ان الكل يقوم بدوره في تقديم الحل اذا امكن. وهنا تحديدا بقى ده بيعمل حاله تفاعل. صحيح. حاله التفاعل دي لمسناها في كل جنبات المؤتمر من اول يوم، وده اللي اداله المصداقيه بالمناسبه. طيب ابراهيم، لو انا قلت لك ماذا تتمنى من مؤتمر الشباب القادم؟ انا كنت بتمنى شيء وابتدأ واتحقق في المؤتمر ده، وهو توسيع نسبه مشاركه الشباب. يمكن مؤتمر الشباب 1600 مدعو. لا، وكمان النسبه الغالبه بقى، يعني اكبر مشاركه، اكبر نسبه حضور من الشباب هتكون في المؤتمر ده نسبه الى اجمالي الحاضرين. يعني اتمنى المؤتمر ده يرسخ الافكار المتضمنه في اجندته. ما زالت الحرب على الارهاب موجوده، مهم قوي ان تكون رسائل الراي العام واضحه حوالين ايه هو التطور اللي حصل على اشكال الارهاب. الارهابي ربما يكون اجهل اطراف المنظومه اللي بيعمل ده، هو لو مش جاهل مش هيعمل اللي بيعمله ده. صحيح. ولكن في عقول ورا منه بتفكر طبعا، والموضوع مش بعيد عن صراعات دول، وبالتالي وليس امنيا فقط يعني. بالظبط كده. لكن مهم بقى انه وعي المصريين او رساله المؤتمر توصل لكل المصريين. وزي ما بقول لحضرتك، احنا مش مشكلتنا في وعي الراي العام في مصر، الراي العام في مصر عنده قدره يعني يهضم كل الاشكال دي وبيميزها. المشكله الكبيره انه مناعه النخب المصريه ونتيجه عن حاله السيوله بقصد بقى او بدون قصد اصبحت للاسف بتشكل مشكله. واتمنى ان رساله المؤتمر توصل للجميع بانه الموضوع اكبر. أكبر من خلافك الشخصي، وأكبر من أنت موجود ولا مش موجود، وأكبر من الفردانية أو أشكال الاحتجاج أو حتى الشماتة. يعني مصر بلد فيه 100 مليون، 60% منهم من الشباب قدموا تجربة تماسك العالم كله ما زال مندهش بيها، ودي طبيعة المصريين وجوهر حضارتهم. وأعتقد أنه المشكلة عمرها ما كانت في الرأي العام في مصر، المشكلة كانت في عقد المجتمع اللي المفروض يكون بيشكل المناعه. صحيح. وهو نخبه. في فقره اسال الرئيس، هديك فرصه دلوقتي على الهواء مباشره انك تسال الرئيس، ممكن يكون سمعنا ويبقى حظك يعني. لو ان هناك ثلاث اسئله او ثلاث مداخلات مع الرئيس عن ثلاثه قضايا تراها ايجابيه، وثلاثه قضايا اخرى تراها غير ايجابيه او تحتاج لمزيد من الجهد، ويمكن اللي شغالين في المؤتمر يسمعونا دلوقتي ويسجلوا الثلاثة دول والثلاثة دول، تقول له ايه؟ اقول له يعني اول حاجة هيكون عندي سؤال عن ثلاث قضايا ايجابية. الاولى مشروع التنمية في مصر، وفكرة الهجرة الداخلية او فكرة اعادة توزيع الديموغرافي للسكان خارج الوادي الضيق، لانه تحديدا احنا طبعا بالتأكيد انتقلنا لمرحلة انه
يبقى في مشاريع الاقتصادية بشكل كبير أو البنى التحتية مدينة جديدة بالضبط كده. دي نقطة مهمة. اتنين دور قطاع الأعمال المصري يمكن هتاخدها دي في الجانب الإيجابي ولا في الجانب اللي تقول محتاج فيه شغل أكتر؟ لا هقول في الجانب الإيجابي والسلبي يعني ممكن عندنا إلى حد كبير تعامل مع هذا الملف في مشكلة في ثلاث مشكلات. الأولى دايما هو تولي التقنيين مش الاقتصاديين رئاسة الشركات قطاع الأعمال. اتنين العلاقة بين الشركات القابضة والشركات التابعة ودي بتعمل أزمة عامل أزمة كبيرة داخل كثير من القضية الثالثة ودي أنا شايفها إيجابية النموذج المصري في مكافحة الإرهاب ونموذج مصر في التعامل واحترام سيادة الدول صحيح في المنطقة. تمام دول ثلاثة. إيه الثلاثة التانيين اللي بتقول محتاجين شغل أكتر؟ ملف الإنتاج في مصر. الإنتاج في مصر البنية التحتية الخاصة بالتصنيع لأن ده أعتقد أنه إشكالية كبرى أن إحنا الصناعة والإنتاج بيعتمدوا على ثلاثة اتجاهات رئيسية معدة الإنتاج والمادة الخام والتكنولوجيا. فأنت شايف أنه ملف الإنتاج يحتاج لمزيد من الجهة. إيه تاني؟ أعتقد أنه ملف التعليم. التعليم لأنه ملف التعليم محتاج بس إحنا بدأنا في التعليم إبراهيم أعتقد بس إحنا محتاجين إلى حد كبير محتاجة يكون وقت. محتاج قوة دفع ومحتاج قوة دفع لأنه التعليم في مصر مرتبط به إلى حد كبير مستقبل هذا البلد يعني قطاع التعليم. والنقطة الإيجابية الثالثة بقى الصحة قطاعين محتاجين إلى طفرة هائلة لأنه احنا بدأنا فيهم وبنعالج تراكمات صح. طويلة قبل كده بس هي مسألة وقت لأنه البداية صحيحة يعني اللي أنا بتابع ملف الصحة ده كل يوم ما فعلته مصر خلال الأربع أو خمس السنوات الماضية هي أنها فعلت كل ما هو حقيقي وكل ما هو كان مؤجلا عشان كده الثقة في الصح في أن احنا ماشيين على الطريق الصح. بيبقى نفسك أحيانا تقوم تقول السؤال بنفسك لسيادة الرئيس يعني ولا ما بيدورش ببالك بصراحة يعني طبعا بيبقى نفسي طبعا بس عارف برضو من تجربة انك القاعة بشكل عام وناس تقول ايوه انا احنا تقريبا هنضيع تقريبا وقت كبير قوي مين عايز يقوم ومين يتكلم وهتبقى يعني لكن عايز اقول لحضرتك انه دايما بتكون فقرة اسأل الرئيس تحديدا فتحت افق جديد يعني انه الرئيس بيتكلم بشكل تلقائي. مفتوح مع الناس صحيح. بشكل تلقائي واللي يتابع كلام الرئيس يلاقي انه الرئيس حتى يعني مفيش إجابة جاهزة الموضوع الرئيس بيتكلم بشكل بأريحية جيدة جدا بيعبر صح. عن نفسه ورؤيته. يوم السبت إن شاء الله تكون موجود في مؤتمر الشباب وإن شاء الله نلتقي بعدها عشان نشوف وجهة نظرك في مدار في النسخة التامنة من مؤتمر الشباب. بشكرك شكرا جزيلا دايما, دايماً بستفيد وبتثري الحوار ده أنا دايما اللي بكون عندي سعادة لأن دايما حضرتك بتفيد بينا لا وتفد المساحة واسعة للشباب ودايما بشكر حضرتك دايما حضرتك. والله وسلامنا لكل أعضاء اللجنة اللي أنا مستبشر بيهم خير إن شاء الله. شكرك يا فندم. بعد الفاصل ضيفي بحر ماجد المصري. ماجد عامل دور هايل جدا في مسلسل بحر وماجد فنان يعني في شغلته فاهم أدواته كويس جدا والمسلسل ده يا جماعة أنا شخصيا بتابعه وبعتبره من واحد من أنجح المسلسلات في الأعمال الدرامية وأنا بعتبر كمان أنه المسلسل محظوظ أنه ما تزعش في وسط الزحمة اتزاع في فترة يعني فيها تركيز كبير جدا فهنلاقي ناس كثيرة متابعة ماجد المصري في بحر. بعد الفاصل كل أسئلة حضراتكم اللي عايزين تسألوها الماجد المصري في الحال اليوم خليكم معانا. موهبة فنية تفجرت لديه منذ الصغر واستطاع من خلالها أن يحفر اسمه بين أبناء جيله ويجد لنفسه طريقا مختلفا في عالم الفن. إنه الفنان ماجد المصري والذي بدأ مسيرته الفنية وهو لا يزال طالبا في المدرسة حيث بدأ دراسة فنون الرقص الشعبي والبالي
ماجد المصري من مواليد عام 1963 بمدينة طنطا، وقد تخرج في كلية الشريعة بجامعة الأزهر. المصري في رحلته نحو النجومية بدأ بالغناء لتمثل تلك الخطوة أول مرحلة فنية له، ثم اكتشفه المخرج الراحل حسام الدين مصطفى ليقدمه في فيلم الجاسوسة حكمة فهمي مع الفنانة نادية الجندي. مسيرة ماجد المصري السينمائية ضمت أيضاً أعمالاً مميزة، منها إشر البندق والمرأة والسطور وست الستات. حياة ماجد المصري الفنية لم تقتصر على السينما فقط، حيث دخل بقوة مجال الدراما التلفزيونية، وكانت البداية بمسلسل التوأم مع الفنانة ليلى علوي والمخرج مجدي أبو عميرة. وجاءت بطولة المصري لمسلسل مع سبق الإصرار عام 2012 إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق لتمثل إبداعاً حاز من خلاله على إعجاب الجمهور. ماجد المصري شارك أيضاً في مسلسل لعبة الموت عام 2013، بينما يعد مسلسل بحر أحدث أعماله، والذي تدور أحداثه حول العديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية. قبل ما بدخل الحال يوم ونبقى على الهوى، الساعة 7 بتفرج على بحر. تمثيل ملوش حل. يعني أنا بصراحة يعني علاقتي بماجد المصري تأثرت بعد بحر. أنا زاد إعجابي بالمسلسل. ضيفي وضيفنا النهاردة في الحال يوم الفنان الرائع ماجد المصري. حبيبي ربنا يبارك فيك. أهلا بيك. أنا مبسوط إن أنا معاك النهاردة والله. إيه ده؟ ايه تعبيرات الوجه دي؟ ايه؟ لا انا 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 على فكره مش متابعين جيدين المسلسلات، لكن التمثيل وتعبيرات الوجه. انا الاول سالتك انت منين، قلت لي من المحله. ما انتش من طنطا؟ من طنطا. ما انتش من الصعيد، بس مطلع الصعيدي صح. ما هو لكل مجتهد نصيب طبعا يعني. بس انا عايز اقول لك ان انا اول مشهد كنت يعني بمثله في المسلسل، انا كنت حاسس ان انا بتكلم الماني. يعني انا مركز مع اللغه اكتر، والله العظيم مركز مع اللغه اكتر مش مع التمثيل. فكنت مرعوب. فبس بعد فتره لما الحال بيمشي في اللغه السعوديه بتحبها قوي. طب جبتها منين؟ في طبعا معانا مصحح اللغه الاستاذ عبد النبي الهواري وولده محمد. كويس. هما اللي بيبقوا معانا 24 ساعه في اللوكيشن. بنراجع مع بعض، بيظبط الكلام. وهو تعمد عشان كنت أنا سمعت نقد الفترة اللي فاتت من أهل المنيا على اللغة يعني. كويس. هو متعمد أن المنيا تعتبر يعني من أقرب البلاد لمصر، فاللغة شوية بيسموها لغة بيضة يعني. مش لازم صعيد، أصل الصعيد دي تعرف مناطق كتير قوي. فهو تعمد أن احنا نبسط شوية. بما اننا لا، وانت فيك ميزه ما شاء الله، يعني مخارج الحروف عندك منضبطه بشكل كبير يعني، ودي حاجه يعني مش كتير من الناس بتكون عنده. استاذ نور شريف رحمه الله عليه هو اللي كان بيعلمنا الحكايه دي. كان دايما يقول يعني اقرا قران كتير. واسمع قران كتير، ولو فاضي بقى عندك وقت تاني وحاجات وكده وبتاع، اسمع الست ام كلثوم. لان بتبقى في تركيز قوي على الحروف، المخارج الحروف نفسها يعني. بس انت حببتني في شخصيه الصعيدي. يعني صعيدي في حالم، في نوع من الرومانسيه. اول ما جالك الورق حسيت بيه؟ خليني احكي لك الحكايه جت ازاي. الحقيقه لما كنت انا كان عندي مشروع وبعرضه لسه على شركه سينرجي. فقعدت مع الاستاذ حسام شوقي، فقال لي الموضوع جميل اللي انت جايبه ده، بس يعني انا بقول تبدا بحاجه تانية. حسام شوقي اللي قال لك كده؟ اما هو حسام يعني في موضوع الدراما ده مع الورق بيبقى فقلت له حاجه تانية ايه؟ قال لي انت تلعب صعيدي. يعني دي كانت فكره حسام شوقي؟ اقسم بالله. يعني دي جديده بالنسبه لي. لا اقسم بالله بالظبط. فقلت له صعيدي؟ قال لي اسمع كلامي. اعمل صعيدي. انت ناجح مع الناس في مناطق معينه والاخر، وعملت الشر كتير، وعملت مش عارف، عملت دور البرنس وابن الناس والبتاع. كويس. العب صعيدي، جلابيه وشنب وبتاع وكده وبتاع ونشوف. طب ايه الحدوته؟ قال لي هنفكر وهنشوف وكده وبتاع. وفعلا هو تبنى المشروع ده. كلمنا احمد عبد الفتاح المؤلف والاستاذ احمد صالح المخرج، وبدات المائده تكتمل. وبدانا نفكر.
بدأ أحمد عبد الفتاح يحط الـ 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 الشكل الخارجي للموضوع الأول بقيادة حسام شاوي كويس لحد صنايع حسام شاوي يعني في حدته وفاهم يعني بأمانة هو ده اللي حصل لحد ما اكتمل الشكل وبدأ أحمد ينطلق في الكتابة كويس إلى طبعا أن اكتمل بقى بالمخرج أحمد صالح. بس أعتقد أن المؤلف اللي كان بيكتب كان حاطط في باله أنه ماجد المصري لازم يطلع عنده جمهوره بالحتة بتاعته برضو، أنه شخص في النهاية عنده مسج لطيفة يعني حتى مع الشخصية الصعيدية، ما بشوف تعبيرات وشك ما شاء الله يعني في لازم بتوع معهد التمثيل ياخدوها يشوفوا ازاي بيبين الجبين في حته والعينين فيها حته. الراجل الكبير انا دقيق جدا. انا لعبت الراوي كمان اللي هو الاب الاب الراوي ده، عملت انا الدور كان ادم ابني هو عامل شخصيه بحر وهو صغير يعني، وانا عملت الشيخ الراوي اللي هو الازهري واللي هو شيخ في الجامع والاخير وكده، وكانت حلقه ونص او حاجه يعني. فعملتوا جلسات عمل مع الكاتب؟ عملنا جلسات عمل كتير جدا عشان نقدر نعرف الموضوع هيبقى عامل ازاي. بس بصراحه هو احمد عبد الفتاح كاتب موضوع يجنن، تسلم ايده بصراحه. بجد عامل حاجات لسه في مفاجآت جايه يعني. احنا النهارده الحلقه بتاعت النهارده حلقه امبارح الحلقه بتاعت النهارده وحلقه امبارح يعني غيروا برضو الايه وجهات النظر الناس. لان في ساعات كومنتات يقول لك لا ده اصل الموضوع ده مهروس اصلا مش عارف ايه، بعدين بصوا لا لا ده احنا رايحين في مناطق تانية في حته تانية. لا ابرى بالنهايه، خلينا نتفرج لحد الاخر. بالظبط لا ابرى بالنهايه. كاميرا بقى، وهنا ده برضو انا عايزك يا ابني تشغل لنا على طول واحنا موجودين المشاهد بتاعه بحر دي، يعني انا من الناس معجبين بيها جدا. ربنا يبارك. الكاميرا بتتحرك بطريقه كانه تابلو. ايوه يعني حتى الكاميرا نفسها مش ثابته، الكاميرا نفسها متحركه يعني محسساك انه في اكشن في المشهد. والمشاهد اللي في النيل وانت في المركب وانت جات ازاي؟ مش هنقدر نهدر حق مدير تصوير جميل برضو بلدياتي ومن طنطا. واول ما نزل مصر يعني انا خدته كده يعني بيني وبينه علاقه يعني اسريه طبعا، اسمه محمد عبد الرؤوف. وبعدين فجاه لقيته هو مدير تصوير المسلسل ده، فعملنا بقى فيه حركه وقلت لهم لا قولوا له بقى ان ماجد المصري مش موافق عليك. قال لهم ليه 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 ده نعرفه معقوله طب مش عارف ايه يعني كده. محمد عبد الرؤوف عامل صوره تجنن، عامل تابلوهات فعلا. بس برضو هرجع اقول لك بقياده احمد صالح المخرج، المخرج هو بيختار بتحييه طبعا، بيختار العدسه بيختار الفريمينج يعني دي حاجات روح مخرج بتطلع على الشاشه. هو المخرج بتاعنا بيقول لي انا كمان من طنطا فمتوصي بماجد المصري. طيب شفت بقى بيبقى في رسالة أنت عايز توصلها من خلال العمل الدرامي. كويس. وعلى فكرة الدراما تخدم السياسة، الدراما طبعا. تخدم ممكن سياسة حكومة لمدة سنتين. موضوعنا موضوع درامي يعني واحد يعني يقوم بالعمل كله. طبعا. المسج الأساسية من غير ما نحرق حاجة، المسج الأساسية اللي كنت أنت بتصمم على توصيلها لجمهورك من أول ما قريت الورق. الأمانة. الأمانة وده شيء غالي جدا. طبعا. شيء يعني احنا لازم نمسك في الامانه بايدينا واسناننا. فالامانه هتنعكس عليك في كل شيء. امانتك مع الناس في بيتك، مع اولادك، مع بلدك، مع اهلك، مع ناسك، مع وطنك، مع الشيء اللي انت بتقدمه، مع الشغل بتاعك، الامانه. فبالتالي كنت امين جدا حتى مع جمهورك على توصيل الأمانة. الورق بفكرته. كويس. وهو موضوعنا فعلا بيخدم السياسة، بيخدم البلد، بيخدم في حاجات كتير جدا. لما هتيجي تتابع يعني في مشهد من الحلقات، احنا مش بنحرق، احنا بنقول بالحلقات اللي فاتت. حبيبة بتقول له نهرب ونتجوز، قال لها مش انا الراجل ده. وانا ما اقدرش ان انا اخلي ابوكي يلبس توب يعني ايه الفضيحه في وسط الناس. يعني ما اقدرش ان انا افضحه في وسط الناس. مش مهمتي ان انا اعمل كده. فده شيء جميل، شيء غالي. دي جزء من الامانه. اما ده جزء من الامانه. عارف ازاي؟ فمن الامانه. ولسه بحر هيؤتمن على حاجات هيشوف الويل عشان يحافظ على الامانه دي. فده شيء غالي جدا الامانه. هو ده الكونسبت الاساسي بتاع المسلسل. ليه سميتوه بحر؟ والاسم جميل جدا واخد بالك. وعلى فكره الاسم ده هيشتغل يعني، هتلاقي ناس كتير سبت بحر بعد كده. اتناقشت انا واحمد عبد الفتاح كتير قوي في الحكايه دي. فطلعنا بحاجه جميله قوي، وفعلا انا بشكر احمد عبد الفتاح جدا. يعني بحر هو الرزق. صح. بحر هو ميزان الارض من ربنا، ربك سبحانه وتعالى. يعني البحور والجبال دي ميزان. صحيح. الارض خلاص كده.
بحر ده عنده استعداد يشيل يعني باخره كامله باللي طبعا. فيها يعني يشيل حمل على كتافه ما عندوش مشكله، وفي نفس الوقت ممكن يبلعك وممكن تغسل فيه همومك وممكن ترمي فيه اسرارك وما يطلعهاش بره. فبحر ده لو قعدنا اتكلمنا فيه كتير هتلاقيه. فانت انت كنت عارف انه اسمك في الدور واسم المسلسل هيبقى كده ولا لا احنا متفق على كده؟ كان متفق على فهو احمد جاب الاسم ده عشان يبقى له معنى مش اعتباطا يعني ولا حاجه. لا 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 خالص، صراحه الاسم رائع جدا. ايوه عندي بقى حاجه بس مش عايز حد يزعل مني. يلا بينا. وانت واقف قدام الممثلين انا بحس ان انت بتديهم باور في الري اكشن، يعني بحس ان انه من كتر ما انت وشك مشدود والصعيدي طالع بقى وبتاع وكده، بحس الممثل خد منك الفايبس. لا 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 العفو، ما مش هنقولها كده، بس انا عايز اقول لك على حاجه. انا طبعا انا بقول لك احساسي كمشاهد. اوكي، هي كويس حضرتك بس فتحت الجزء ده عشان انا طبعا عايز اشكر كل الكرو اللي احنا اشتغلنا مع بعض من اول عامل البوفيه، من اول ال طب قبل ما تشكر، هل ده ما بيحصلش؟ هل ما بيحصلش ان انت مثلا يعني لو قدر لك مره انك تقف قدام احمد زكي او تقف قدام حد؟ مليون في المية بيرمي عليا طبعا. هل ما ينفعش يحصل حاله من ال انا اشتغلت الكلام في الممنوع يمكن في البرومو دلوقتي انتوا كنتوا جايبين لما كنت لابس بدله الاعدام. ده كان الكلام في الممنوع اللي كان مرشحني فيه الاستاذ نور الشريف. ودي لحظه الاعدام. والفيلم ده انا اخذت عليه جايزه واثنين وثلاثه لما كنت بلعب الشخصيه دي. يعني اقصد لما الممثل يكون قوي بيد بيدي لما كنت بقف قدامه انا كان بيرمي نوره عليا. يعني حلوه الجمله دي. طبعا ده فعلا بيرمي نوره عليا. ده فعلا ما فيهاش يعني نور الشريف بينورك، كان بيرمي نوره عليك بيعليك. عارف ازاي؟ فبس يعني لا يعني انا مش بقارن نفسي طبعا وانا ما عملتش كده مع زمايلي، بس الحماس اللي موجود كان مشترك بيخلي اللي حواليك يشدوا الشغل. عارف ازاي؟ بس عايز اقول لك على حاجه، المجموعه اللي موجوده كلها بجد كلهم اساتذه. يعني انا نفسي استمتعت بان انا اشتغلت مع كل زمايلي بامانه، يعني كل المجموعه الموجوده وعلى راسهم الاستاذ السعيد الصالح مثلا اللي هو ابو حبيبه، ونورهان عامله دور يجنن، سلوى عثمان، محمد علي رزق، حسني شتا، دياب، احنا مجموعه كبيره جدا انت مش متخيل. كشك يعني انا بس خايف انسى حد طبعا. جوبيل، كوكي، اساتذه كبار طبعا مش محتاجين، الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره والاستاذ سناء شافع مش محتاجين ان انا اتكلم عليهم عشان دول اساتذه كبار قوي. كويس. ولسه في ممثلين بتظهر بس انا مش عايز احرق، اخلي يعني كل واحد ياخد الاستهلاله بتاعته. عارف ازاي؟ فاحنا اندمجنا وعملنا حاجه حلوه قوي في الفتره اللي فاتت دي، وعايز اشكر احمد صالح على روحه الحلوه اللي طالعه على الشاشه. كانت الكواليس كمان حلوه، عسل. ده هزار دايما يعني، ده بتاع الهزار بس احمد صالح. عارف ازاي؟ المجموعه كانت حلوه، نفس الكرو حتى اللي موجود كله في اللوكيشن يقول لك احنا كنا متفقين على حاجه مهمه قوي. ان احنا يا جماعه مش بنعمل مسلسل 60 حلقه. اصل احساسك وانت بتعمل 60 حلقه، وقعدت فكرت ان انت بتعمل 60 حلقه، خلاص بقى اقلب قول كلمتين يا استاذ، قول كلمتين يا استاذ واخلص. عارف ازاي؟ وحاجات كتير جدا من الستينات كده، لكن المجهود اللي معمول هنا ده اقسم بالله انت مش متخيل. طيب في دور كمان انا بعتبره مهم، وانت اضفت لي الحكايه النهارده، انه المنتج بيلعب دور في الفكر، فكر الخط الدرامي او فكر توظيف النجم بتاعه فين. انا سالت زمايلي وقلت لهم هو ماجد عمل دور صعيدي كم مره قبل كده؟ ولا مره. قال لي ولا مره. ولا مره. فانت دلوقتي بتضيف تقول لي ان شركه الانتاج وحسام شوقي هو اللي قال لي فكره اللي اوظف ماجد المصري في فكره الصعيد. مهم ان يبقى المنتج منتج فنان عنده عين، مش مجرد فلوس. فلوس موجوده مع ناس كتير قوي مظبوط، بس انك تعرف تختار وتوظف الممثل اللي عندك وتقول له العب دلوقتي العب ده. لا ده حلو بس مش وقته، يعني ما تقابلش الناس بده دلوقتي. وانت كنت مستأمن نفسك في الرؤيه دي يعني. انا عجبتني الفكره بس كنت مرعوب شويه. ليه؟ انا رايح لشكل انا لسه مش عارف هبقى، انا مش عارف هبقى عامل ازاي لما اشيل دقني واسيب شنبي كتير واقص شعري خالص. انا حسيت ان انا بني ادم تاني على الشاشه. لا انا عايزك تسال الناس في الشارع لما تقابلك لهم ايه رد فعلكم، واسال ممثلين. ما انا برضو واقف عند النقطه دي، اسالهم في التمثيل. ايوه يعني قول له انا اسف في السؤال بس انا عايزك تساله، تقول لهم شفتوني بمثل ازاي، هيديك اجابه
بجد هتخلي يعني مجهودك اللي انت عملته طوال الفترة اللي فاتت دي هيقول لك انه ده رصيد كبير جدا اضيف لأعمالك الفنية. الحمد لله الحمد لله. ده حقيقي يعني. انا حابب كنت العب في منطقة الصعيد دي وعايز اقول لك ان احنا بنتكلم عن شريحة معينة، شريحة عقلانية، شريحة يعني مش عايزين ناخد فكرة عن الصعيد ان هم لا، في طبعا عايز اقول ان الميديا والسوشيال ميديا والثقافة والعلم والاخره لما وصل برضو يعني الصعيد زمان غير دلوقتي زي اي منطقة بالظبط، واحنا دلوقتي احنا برضو زمان طبعًا غير دلوقتي طبعًا. فبيحصل تطور، احنا كلنا بنتطور مع بعض خلاص. الصعيد عندهم عادات وتقاليد وعندهم اصول وعندهم مبادئ وعندهم رجولة وعندهم كل شيء مظبوط كده، هم محافظين على حاجات معينة بس احنا بنحاول نعمل دعوة ان احنا نفكر الاول نحل المشكلة ازاي. مش لازم بالدم، مش لازم بالسلاح، مش لازم يعني. اخويا بيقول لي مفيش صعيدي بيمشي من غير سلاح. قلت له انا سلاحي صلاحي. مفي جمل كده تترمي في النص يعني مهمة يعني. انت بتقولي للناس مش لازم كل حاجة بالسلاح، مش لازم كل حاجة بالدم، مش لازم يعني. انا دلوقتي لما بخش مثلا على اليوتيوب ولا حاجه بتفرج مثلا النهارده على اقول لك ايه، صلح ما بين اكبر عيلتين في خلاف كبير جدا جدا في الصعيد. انا بفرح ان احنا وصلنا ان احنا نتفاهم. صحيح. مش لازم كل حاجه بالدم وبالقوه والدراما دورها مهم جدا في حاجات كتيره جدا وفي مسائل كبيره زي طبعا ما فيش بالضبط. ماجد، العمل الفني له دور في كل مجتمع وأنا من المؤمنين تماما أنه لما دخلت أفلام معينة زي ما دخلت فيلم السادات مثلا بتاع أحمد زكي الله يرحمه، أجيال كثيرة جدا تعلمت من الفيلم ده. أنت ممكن يكون عندك رؤساء حكومات كتير بس المبدعين قليلين. الإبداع ده ثروة كبيرة جدا مصر تمتاز بها في الوطن العربي. خلينا صراحة ونناقش بمنتهى الصراحة، أين ترى مصر الآن في مجال الإبداع داخل الوطن العربي؟ هي مصر ما زالت برضو هي الطب، هي الصناعة، هي الإبداع، هي السجادة اللي عليها أعظم وأكبر نجوم في الوطن العربي. هي الترحاب لكل نجم من على مستوى الوطن العربي، بنقول له أهلا بيك تعالى وبنقف معاه وبنشتغل زي ناس كتير قوي. صحيح. من واحنا اطفال لحد دلوقتي. صحيح. هنعد القدام، لا تعالى نتكلم على الجداد. ناس كتير جدا. صحيح. جدا جم هنا. صحيح. ونجوميتهم بدات من هنا ايا كانوا مطربين او ممثلين. صحيح. او عازفين او واتيفر اي شيء يعني خلاص كده. فمصر لو مش في المكانه دي ما حدش هيجي لها. اكيد هيروحوا يبتدوا من ناحيه تانية. لكن كله بيجي يبتدي من مصر هنا، كان نبيل شعيل او نانسي عجرم او قصي خولي او جمال سليمان، تعمل له حدائق الشيطان هنا كسر الدنيا. باسل خياط، يعني ناس كتير جدا جات هنا وبقى لها اسم كبير جدا جدا جدا، وهم بصراحه ناس على مستوى عالي جدا. صحيح. ولكن لازم يجي هنا. فانا منظوري للموقع مصر في المنطقه الفنيه دي، لا احنا طب، احنا الصناعه، احنا العطاء، احنا الترحاب. احنا في مدينه كامله عندنا في الهرم، مدينه كامله كلها معدات تصوير واضاءه في الهرم، مدينه كامله. انت متخيل احنا عندنا اكبر اجهزه يعني، احنا هوليوود العرب فعلا يعني. صحيح. عارف ازاي الفنان وهو بتمر عليه احداث معينه في بلده تأثره ما بيبقاش زي تأثر المواطن العادي. أكيد. بيبقى في تأثر زيادة، وبحس انه عايز ينقل المشهد الواقعي ده سواء كان مشهدا وطنيا مؤلما او مفرحا، بيبقى عايز يطلعه ويجسده. ايه من المشاهد اللي مرت على بلدنا خلال الفترة اللي فاتت دي ومجد المصري بيعيشها كمواطن مصري قال انا نفسي اعيشها كفنان؟ واجهة الناس. واجهة الناس يعني، عارف انت لما زي ما حضرتك قلت الفنان سريع وشديد التأثر. كويس، بيتأثر بشيء فبيبقى نفسه يتكلم عن الغلبان ده او المكافح ده او كده، ويحاول يجسده ويشوف له حل ويدي له امل عشان يبقى انا عملت رسالتي مظبوطة. الله عليك. لكن ما قدمش نموذج وبعدين اقفل الشخصيه، لا.
الدراما يعني بداية منتصف نهاية. صحيح. بدايته على قد حاله أو whatever أي شيء، بس هو على قد حاله خالص يعني. ظهر له نقطة، ادينا له حل كده لذيذ. الدراما بتوسع الفكر. انك تتفرج، وحصل ان انت شفت حدث من الاحداث السياسية اللي بتمر علينا خلال الفترة اللي فاتت وتأثرت بيه تأثر كبير؟ شفت طبعا كتير، وكان نفسي اعمل شخصيات من الشخصيات اللي راحت مننا في سينا كتير وعلى المعبر وكلها. حد بالتحديد؟ ناس كتير. كويس. طب فرصة يعني، يمكن حسام شوقي يكون بيسمعنا دلوقتي. هو عارف. لا لا، هو عارف. هو عارف مين كمان. شكلها مشروع جاي. هو عارف. أتمنى أنا أتمنى أنا لسه لحد النهاردة نفسي أعمل حاجة البلدي. يعني طبعا ده البلدي، يعني كل اللي احنا بنعمله دراما دي، دراما دي برضو جزء من وجدان الناس. ده احنا هنا لسه في حاجات لا تتخيلها فعلا، هي واصلة لكل شيء احنا واصلين. وهنا على فكرة هتلاقي برضو لسه مش عايز احرق. يعني انا حاسس ان اللي جاي حاسس ان جيت البرنامج. هنعمل حلقه بعد كمان. ماجد المصري ضيفنا في الحياه اليوم. مسلسل بحر، واحد من المسلسلات اللي بجد في صنع التمثيل الحمد لله. وفي روح حلوه، في كاميرا حلوه، في مشاهد حلوه. سبعة مساء هو معاده في قناه الحياه، وبتعاد مرتين كمان. الناس احيانا ما بلحقش اشوفه الساعه 7، بشوفه لما برجع البيت. اتفرجوا على ماجد المصري في المشهد ده، اكتشاف جديد حبيبي ربنا، يعني بكل المعاني. والناس اللي بتحب السينما بجد، تحب صنعه التمثيل، تبص على تعبيرات وش ماجد المصري في المسلسل ده وهتشوفه. بعد الفاصل هساله عن حاجات كتيره جدا خاصه بحياته الشخصيه. هساله مثلا المعجبات بتعمل معاه ايه في الشارع. كان معايا في الساحل، بشوف بقى الناس تتصور معاه وبتاعه، بيبقى الدنيا كلها بحب الناس. ده حاجه مهمه. انا بقول نطلع فاصل احسن. اكتشفت جاي هدي النفوس. اكتشفت كمان جانب ثقافي في الفنان، ودي حاجه مهمه جدا، لان انا ببقى متشرف جدا لما اشوف فنانين محترمين زي ما يطلعوا معانا مؤتمرات بره ويتكلم باسم الفن المصري. تلاقي كلامه له رونق وله بعد ثقافي، ده جزء مهم جدا من شخصيه الفنان. البرامج الحواريه بتبينها. هطلع فاصل وارجع اكمل ضيفي، حواري مع ضيفي ماجد المصري بعد قليل. خليكم معنا. خد الفلوس دي يا بحر. فلوسي دي؟ دينا الحاج جرحي، روح له وادفعه له، كان مهر حبيبه والحاجه قبل ما يخطفها ربيع. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اللي سمعته يا بحر، انا عارفه انك عايز حبيبه، وجرحي مديون لربيع، وربيع استغل الفرصه دي ولو ادراعه بالدين ده. وانا بقول لك روح فكه وخد اللي قلبك رايده. انا مش قادر افهم اللي بتقوليه. لازم توعى اللي بقوله يا بحر. انت عايز حبيبه وانا عايزه جوزي، يعني المصلحه واحده. بقول لك يا ست، خدي فلوسك، مش بحر اللي يقبل فلوس من حريم. مش وقت الكلام ده يا بحر، اسمع كلامي. ربيع خلاص جري فاتحه وناوي على الجواز، ودي احسن طريقه تلحق بيها حبيبه. وانت بالشكل ده بتعمل جميله فيا وفي حبيبه كمان. يا بحر يا بحر. ايه الحق يا بحر؟ يا نهار اسود ست زهيره، في ايه؟ ربيع ومجاهد والحاج جرحي جايبين اهل البلد كلهم جايين على هنا. يوم سرتي انا لازم امشي دلوقتي. لا تمشي، تروحي فين؟ لو خرجت دلوقتي هيشوفوكي. ولو ربيع جاي ولقاني هنا يقتلني. ايه الحكايه؟ جايين على بيتي ليه؟ حبيبه طفشت ومحدش عارف لها طريق، وكلهم فاكرين ان انت يعني مداريها عندك. حبيبه طفشت؟ ايوه. الحاله اللي انا عايز اوصلها لماجد هو اللي عاشها زمايلي في الاستوديو دلوقتي وفي الكنترول. المزيكا، الباك جراوند بتاع المزيكا مع الاكشن مع التعبيرات الصعيده اللي مخلياك بتتابع جيد للمشهد. عمرو اسماعيل عامل مزيكا تجنن. فعلا انا بشكره وتوظيفها حلو قوي كمان. بامانه بصراحه. يعني عامل شغل يجنن. الجمله حتى بدات تعلق مع الناس. مزيكا. بس انا ملاحظ ان انت في كل حلقه في كوت، في جمله يمكن ان تؤخذ. اللي هو مش بحر اللي يعمل كده، مش بحر يعني. وكانه يعطي نموذج للصعيدي صاحب المبادئ الصعيديه الاصيله. لا. اللي كمان حالم ورومانسي. هو مش بيقولها للصعيدي، هو بيقولها للمطلق طبعا. لكن هو هي دي تركيبته.
وهي دي تربيته، عارف ازاي؟ فبرضه من الامانه، مع ان هو محتاج فلوس عشان حبيبه عمره ابوها عالجها بفلوس من ربيع، ولو دراعه قال له لو ما جبتش فلوس هحبسك كمبيالات، وما ذهبش لاي طريق تاني برضه، قال لها لا مش هاخد فلوس. كاتب برضو، كاتب موضوع طبعا. لا عمد فتح فظيع. ماجد، اكيد في مشاهد معينه، سيبنا من اللي جاي، بتكلم على اللي فات. اوكي. انت وقفت عندها كممثل وكانسان في المسلسل، ايه هي المشاهد؟ هو كان عندي مشكله ان انا ما لحقتش احضر قوي شخصيه الراوي، لان كان في ضيف شرف هيجي يعمل الاب وما جاش. والله بص، هو خدمك صراحه يعني مع احترامنا ليه ومين، بس بقولك هو الراوي هو خدمك بصراحه. الشيخ الراوي احنا في هو في اول حلقه لو يعرفوا يجيبوا منه مشهد وهو قاعد بيقول الخطبه، وهو بدأني كده وبنضاره وقاعد بيكلم على الناس، فكان هنا المشكله ان انا اقول خطبه دينيه وفي نفس الوقت يعني هو صعيدي بس ازهري. فانت اللغه العربيه المنضبطه باللكنه، فكان في اللحظه دي في مصحح لغه عربيه ومصحح لهجه صعيديه، لهجه صعيديه. فكنا الاثنين قاعدين في وسط الناس اللي قاعدين بيسمعوا الخطبه، عشان لو في حاجه اقول لك استوب يا استاذ والله العظيم زي كل يعني كانوا جزء من المشهد. طبعا، وانا في نفس الوقت عايز اعمل جزء ايه، حته شعراوي على حته شيخ كشك، يعني ايه في القاء بقى، كاداء يعني، عارف انت ازاي. فانا عايز اركز مع التمثيل وفي نفس الوقت مش عايز اغلط، عارف ازاي. وفي تشكيل في جمل لازم تتشكل صح، بما انك ازهري، عارف ازاي، انت لو بتتكلم عادي مش لازم تشكل الكلام صحيح بس كده، لكن انت لابس جبه وقفطان وكده فلازم تشكيل يبقى مظبوط، عارف. فده كان من المشاهد اللي كنت حامل همها. لا بس انت اديته بروعه شديد. هو لا ما اقدرش اتكلم عن المشهد ده، في مشهد صعب قوي 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 فوق ما تتخيل، بس ما ينفعش اقوله لان لسه جاي. ما ينفعش. لا خلينا لسه انا اعرف للاسف. طيب لو انا وانا بتفرج معاك على المشاهد دي وبشوف الشاشه اللي موجوده وتحرك الكاميرا فيها، حاسس ان انا في سينما، مش عارف اوصلها لك ازاي من الناحيه التقنيه. صح، انت صح. بس الشكل العام ممكن كمان المخرج يساعدني في الحته دي، انه الشكل العام ده سينما. فعلا ده ايه؟ فعلا. هو روح مخرج، لان احمد صالح اصلا مخرج سينمائي. وكان عامل افلام شهيره طبعا زي الديلر وزي كده يعني. طب انا ملحوظتي صح؟ يعني بص على المشهد، مشهد سينمائي. ايوه صح. انا في الدراما العاديه بشوفها يعني بشكل تاني، ده سينما. ما انا هقول لك ليه كمان، لان احنا اغلب تصويرنا خارجي. الداخلي عندنا قليل قوي في المسلسل كله. ما انت لما تلاحظ الجمله دي كتير في حاجات كتير، هتلاقي نسبه الخارجي عندنا 90% و10% داخلي. فعشان كده طلعت المشاهد روح فيها نفس، فيها روح. كمان مدير الاداء عندكم والكادراج محمد ابو رؤوف عامل الحاجه تجنن يعني بصراحه. و يعني المجموعه اللي موجوده كلها بصراحه عايز اقول لك يعني من اسطوات اضاءه بقى للكرين لديكور لمونتاج. الشنب ده كان اقتراح مين؟ اقتراح مين؟ اقتراح المكير احمد شوقي. المكير بتاعي قال لي يا استاذ سيب الشنب خالص. قلت له شكله هيبقى يعني. لا بالعكس، قال لي يا استاذ هو ده، بص التمثيل بقى، هو ده اللي انا عايزه. هو ده يعني بصراحه. هو هنا بص بياخد نفسه لانه مخبي مرات ربيع بره، ربيع هيقتله. بص اهل البلد، ارجع دي تاني يا تمام معلش، رجع. فهو بيفضي الشحنه. طب خلينا نشوف المشهد ده عشان يخرج طبيعي يعني. انت متخيل اهو ده مراته جوه، ومتخيل ان حبيبه اللي جوه ما يعرفش ان مراته عندي. انت متخيل؟ اسمع. يا مرحبا يا رجاله، من عندك جوه يا بحر؟ مش فاهم تقصد ايه يا ربيع بيه. انت فاهم قصدي زين، البلد دي فيها رجاله وليها كبير وما يصحش يحصل فيها كده. طب افهم ايه اللي حصل. لا لسه هيحصل لو ما قلتش مين عندك جوه. مالك يا مشهد فيك ايه؟ يعني جاي كده بربطه المعلم وعايزين تفتشوا بيتي ولا ايه؟ اسمع يا ولدي، انا عشت عمري كله راجل، مش هتيجي انت على اخر الزمن تزغرني، واللي انت عملته ده يطير فيها رجاب. فلم الحكايه وخليها تطلع على رجليه، بدل ما قسما بالله
تطلعوا انتوا التنين على ظهركم. معقولة حد جرحي؟ انت تصدق ان بحر يعمل كده؟ انت لسه هتتحدد معايا يا بحر؟ انا هدخل الجامع من شعره. وقف عندك يا مجاهد. حصلت تدوس بيتي بالشكل ده؟ خير خير ان شاء الله. تخليت راجل والدك فوق. ست زهير الله يرضى عليك. تحسك لا يسمعونا. يقتلني يقتلني. احب على يدك. حسك شوي. ولما انت تعرف الاصول قوي كده، موقفنا وموقف الرجاله كده ليه؟ مش هتقول لنا اتفضلوا؟ على راس ربيع بيه ده انت تؤمر. تؤمر يا رجاله؟ ده انتوا اصحاب بيت. بس بكيف وغصب عنك هندخل بيتك غصب عنك يا بحر. حيلك حيلك يا مجاهد. جيجيس افندي جاي تدافع عنه. يا بقول لك ايه يابا، انا مش هستنى حد، ولو وقفتني انا هقتلك يا بحر. عندك وقف يا واد، اختك عندي. ايه رايك؟ انت بتقول ايه يا جيجيس افندي؟ اللي سمعته يا جرحي، بنتك قاعدة مع مريم اختها يا اخوي، فيها حاجة دي يقول لي اذا كان فيها حاجة. واحنا المفروض نصدق الحديد ده؟ الراجل ده بيضللنا عشان ما تخش البحر يابا. وايه اللي وداها عندك؟ مخنوقة يا ابوي، جت تفك عن نفسها شوية. في ايه يعني يا جرحي؟ ما انت خايف على ايه جوا يا بحر؟ انا ما بخافش، وانت خابر زين يا ولد الضو. بحر الراوي لا بيخاف ولا يتلي ودراعه، لكن لو جيت خبطت على باب بيتي اشيلك فوق الراس. ده معايا جرحي. طيب خاطر بيتك يا اخوي، كفايه كفايه جرح الفضايح اللي انت عاملها يا اخوي. يلا بينا. يلا يا اخوي. شرفت يا ربيع بيه. طبعا انت شايف رياكشنات الناس اللي في الاستوديو معانا. أيوة. ده بيدي لك انديكيشن يعني على اللي بيحصل. الحمد لله مشهد حلو. الحمد لله. وشايف دياب عامل معاك يعني دويتو هايل. دياب رائع. طبعا عامل يعني الدور. شايف انه بينكو جيم ماشيه طبعا شيقه طبعا جدا. طبعا طبعا. لا دياب من يعني هو ممثل شاطر جدا، بس المره دي كمان ده من اعظم الحاجات اللي عملها. ماجد، وانا بتفرج على المشاهد دي وبتفرج على الاداء بتاعك دلوقتي، بسال ايه تاني؟ ايه اللي في دماغك تاني عشان تطلعه؟ طب صدفه جات في القعده مع سينرجي وقالوا هنعمل دور السعيد، ايه تاني في دماغ ماجد المصري ممكن يطلعه على الشاشه؟ عايز اعمل حاجه لبلدي، حاجه حربيه. حاجه حربيه؟ اه. بس هي لايقه عليك بصراحة. انا لسه ما رحتش المنطقه دي خالص. عمري ما عملتها. وبجد انا اسم على مسمى. يعني المصري دي بجد يعني انت مش متخيل. فربنا ان شاء الله يكون لي نصيب يعني ان شاء الله، واعمل حاجه كده، حاجه من القلب. صحيح. كان ليك تجربه في المسرح؟ عندي تجارب كتير. اه طبعا. ايه الحاجه اللي انت بتتمنى انها تكون على المسرح دلوقتي، او بتتمنى انها يعني تاخد مساحه من السي في بتاع ماجد المصري ليا انا بعد التجارب اللي فاتت؟ يعني هو مشكله ان المسرح عندنا اخد شكل كويس، فالكوميدي فيه يعني هو اللي بينجح اكتر. فما هيش منطقتي. يعني مش موضوعي انا. زمايلي وحبايبي هم بيعملوا مسرح يعملوه احسن بكتير، فهم يعرفوا يدوا اكتر مني في المسرح. انا اخلي استثمر وقتي ان انا اعمل حاجه دراما، اروح اعمل حاجه لنفسي فيها، او اعمل حاجه تانية او ثالثه. كل واحد فينا بيساعد. انت بتعتقد انه التلفزيون او السينما بيشغل بالك اكتر يعني، لان او بتلاقي نفسك فيه اكتر؟ انا بحب المسرح قوي، والمسرح هو يعني
المدرسة الحقيقية لتقويم الممثل. بس المسرح أخذ شكل كوميدي شوية. يعني حتى الأستاذ يحيى الفخراني قعد قد إيه ما عملش مسرح ودلوقتي بيعمل الملك لير. عارف إزاي؟ ده موضوع تاني خالص. فعشان أنا أوصل للنجومية الأستاذ يحيى وأقدر إن أنا كل الشرف أعمل حاجة بالشكل ده، ده موضوع لسه بعيد قوي يعني. طيب. ربنا يحيينا يعني. بيحصل إنه الفنانين بيشوفوا المهرجانات الدولية اللي بنشوفها في العالم كله يعني. إيه تقييمك لفكرة المهرجانات اللي إحنا بنشوفها سواء عالميا أو إقليميا أو محليا؟ إيه التقييم العام لمشاركة بعض الأفلام المصرية في هذه المهرجانات وبعض الممثلين المصريين في حضور هذه المهرجانات؟ هو تبادل ثقافي، ثقافات بين شعوب، ان انت لازم تتعرف على شغل الناس دي والناس دي تعرف على شغلك. لانك انت النهاردة انت ما تقنعنيش ان كل الفنانين اللي بيحضروا دول ايا كانت جنسيته ايه هيبدأ يعمل سيرش عشان يشوف الافلام اللي في مصر ايه او في الجزائر ايه. صحيح. او في مستحيل. لكن انت وانت في المهرجان في 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 فعاليات للمهرجان وفي مواعيد لعروض الافلام، فانت بتخش وتقول ايه ده، لا ده في فيلم انا حلو، ده فلسطين عامله فيلم حلو، ده الجزائر عامله فيلم جنن، ده الهند مش عارف. انت بتشوف ثقافات تانية وبتشوف افلام، فبتبدا تحترم شعوب وتتعرف من خلال الشعوب دي على شكل البلد ايه وشكل التقاليد بتاعتهم ايه. ما هي الدراما بتاعتك او السينما او الشاشه دي هو المنفذ الحقيقي انك تتعرف من خلاله شكل البلد دي ايه. صحيح. ومواضيعها ايه. صحيح. سلبياتها ايه، ايجابياتها ايه، شكل الموضوع ايه. كتير من الدول العربيه تعلمت اللهجه المصريه من الفن المصري، بيعشقوا اللغه المصريه منين لحد النهارده. يعني بقعه كبيره جدا جدا في الوطن العربي بيحبوا الكلام المصري. يعني مثلا مسافر لبنان يقول احنا بنحب الحكي المصري، اقول لهم ده احنا بنحب الحكي اللبناني، ده انتوا حتى بتتكلموا بطريقه كده لذيذه. لك لا 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 انتوا يعني بتكلموا فعلا ودنهم اتربت على الحاجات المصريه. والدراما المصريه بصراحه اثرت في كتير جدا من شعوب المغرب العربي كمان يعني. بالظبط. بتاثر فيهم في لغه الحوار. المهرجانات مفيده في ده قوي، مفيده جدا. مش موضوع ريد كاربت والصورتين مش ده الموضوع. لا تعالى بقى نتكلم في المضمون نفسه يعني. فده مفيد جدا لمن يحب ان يستفيد. صحيح. في شخصيه كل يوم انت بتنجح بتفكر فيها، بتقول له او بتقول لها انا بنجح لانك ساعدتني، انا بنجح لانك وقفت جنبي. مين؟ رانيا مراتي. طب بنوجهها تحيه كبيره جدا يعني. يعني شايله كتير قوي ومدياني فرصتي في الشغل، فهي شايله حمل عني عشان انا اعرف اركز في شغلي. تحيه لمدام رانيا اللي هي كانت سبب كمان اهو باعتراف مجد المصري في انه يطلع بالشكل ده ببحر. فبنحييها تحيه. لا 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 معلش اعقب بقى الحته دي. ليه سحبت بقى لا اسحب المنطقه دي، لان اول ما شافت الشباب قالت لي ايه ده. قلت لها طب ما ده استفزك اكتر فطلعت عشان استفزني. بس هي برضو ايه يعني شويه مجد استاذ تحملتك بالشنب بس الشنب بصراحه. لا وانا قعدت ايه انا قعدت 6 شهور تلاقيك صلحتها بعد الشنب. 6 شهور دي صورت فيديو باركولي يا جماعه ماجد حلق الشنب. تحس ان هو الشنب ده حمل يعني. بنوجه لها كل التحيه لمدام رانيا. طيب في بقى استاذ انت اتعلمت منه، وكل ما بتنجح كل ما بتعمل مشاهد العظيمه اللي احنا بنشوفها دي بتفتكر وتقول له لولا اني اتعلمت منك انا ما كنتش دلوقتي موجود في الحال يوم، مسلسلي بيتذاع والناس اللي في الاستوديو واللي في الشارع معجبين بيه. ما تقوليش استاذ بقى، قول لي اساتذه. طيب اساتذه هيسهل عليا لسبب هسهل. ان انا اتعلمت كتير قوي. اتعلمت من ناس كتير. من اول ما اشتغلت في حياتي، استاذ مجدي ابو عميره، استاذ محمد فاضل، استاذ محمد عبد العزيز، استاذ عمر عبد العزيز، الاستاذ رأفت الميهي، استاذ خيري بشاره، استاذ كبير داوود عبد السيد. الناس دي كلها انا استفدت منها وتعلمت منها الكثير. ده الجيل الكبير، ويا رب ما اكون ناسي حد. يا رب اتمنى يعني سامحني لو انا ناسي حد. استاذ سعيد مرزوق رحمه الله عليه لما اشتغلت معاه من اخطر ما عملت كمان في حياتي المرأة والسطور. مشهد صعب جدا التحقيق مع نجمه
جماهير نادي سوري نبيل عبيد طبعا انا اسف، كان شيء صعب جدا ان انا اشتغل مع مخرج كبير بالشكل ده ومع نجمه كبيره جدا 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 زي نبيل عبيد. في انا اشتغلت مع ناس كتير واستفدت منهم. انت بتعتبر كل استاذ من دول اضاف ليك اضافه 100%؟ وانا بحب اتعلم، احب اتعلم كل حتى لو شاب. يعني انا من المخرجين بقى الشبان، وانت جاي كده بقى حصل لي طبعا خالد يوسف ما اقدرش انكر فضله عليا. خالد يوسف فيلم كلمني شكرا لحد النهارده الناس في الشارع احنا اسفين يا صلاح، اسفين يا صلاح دي طبعا ما ينفعش هزار. كويس. جينا بعد كده محمد سامي، اشتغلت معاه اول حاجه اشتغلنا مسلسل ادم، عفريت محمد سامي ده مجنون تمثيل، ده بيحط روحه جوه الممثل غريب. يعني مخرج، هو مش مخرج بتاع كادراج بس، لا 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 هو مخرج بيقعد يشتغل على ممثل ويبقى مبسوط كده وباصص له وتتفرج عليه على المونيتور بيتفرج وعامل كده وتحس انه داخل جوه الموضوع. عارف ازاي هو روحه حلوه بس صاحبي جدا. فانا بحب محمد سامي بصراحه، اللي حصل برضه نقله كبيره جدا. صحيح. عارف ازاي اشتغلت مؤخرا في مسلسل اسمه زلزال مع مخرج اسمه ابراهيم فخر. قد ايه الراجل ده جميل، وقد ايه شاطر، وقد ايه بيحب الممثل، وقد ايه بيخاف على الممثل. فانت كل حاجه بتخش. مخرج بيقول لي كان دورك في المسلسل ده رائع قوي. في خليل كتخه. خليل كتخه ده بجلابيه وبحر بجلابيه، بس ده شكل وده شكل، وده لغه بيتكلم لغه العياط. فلاحين يعني. فلاحين. وده صعيد. وده صعيدي. فهنا طب انت كلمتني عن المخرجين، كلمني بقى عن الممثلين. الممثل اللي انا وقفت قدامه هات بقى تعالى واداني كتير. اقول لك طبعا استاذ العظيم نور الشريف رحمه الله عليه، الله يرحمه، اشتغلت معاه فيلم مهم جدا جدا اسمه الكلام في الممنوع. قد ايه يعني بجد كان بقعد اتكلم معاه بس بستفيد. استاذ احمد زكي ما اشتغلتش معاه بس قال لي جمله مهمه قوي، كان جاي يزورنا في فيلم اسمه قشر البندق. فبقول له استاذ نفسي اعمل فيلم اخد بيه جايزه. قال لا مفيش حاجه اسمها كده. قلت له امال ايه يعني، مش مثلا العادي يبقى داخل بقى كده يعمل فيلم مهرجان وبتاع، انا مش فاهم حاجه. قال لي لا انت تعمل الدور وبس، لو حطيت حاجه في دماغك مع الدور لا هتاخد جايزه ولا هتعمل دور كويس. فانت تعمل دور بس. الامانه اللي انت قلت عليها بالظبط. فبتعلم. عارف ازاي استاذ احمد راتب رحمه الله عليه، في مره كنا بنعمل مسلسل مع استاذنا الكبير يحيى العالمي اسمه خيال الظل، وكان مع الراحل فاروق الفيشاوي ربنا يرحمهم جميعا يعني. فالاستاذ احمد راتب قال لي، بقول له اديني نصيحه علمني حاجه. انت بتقول له كده؟ طبعا. طبعا احمد راتب ده كان شويه طبعا. قال لي دوق طعم الكلمه وهي طالعه من بقك. قلت له مش فاهم. قال لي العيل الصغير بتحط له حاجه حلوه في بقه يتبسط. قلت له تمام. قال له حطيت له حاجه مره، قلت له هيعمل كده. قال لي هو ده طعم الشيء، انا عايزك تدوق طعم الكلمه وهي طالعه من بقك عشان وشك يقولها صح. صحيح. قعدت افكر فيها كتير لحد ما بدأت واحدة واحدة عشان أعرف أتعلمها. داود عبد السيد علمني البساطة. ممثلين كتير بقى اشتغلت قدامهم، أستاذ محمود ياسين لما اشتغلت معاه في فيلم قشر البندق. يكفي إن أنا واقف، ده نجم كبير كان في وقته قافل السينمات كلها محمود ياسين. كل السينمات أفلامه بس. صح ولا أنا غلطان؟ صحيح. طيب مين النهاردة بتشوفه وتقول لو اشتغلنا مع بعض هيطلع حلو؟ من ممثل ولا مخرج ولا ايه؟ ممثل. لو اشتغلنا مع بعض هيبقى في ماتشنج بيننا يعني؟ لا ناس كتير قوي. يعني كل الجيل الموجود تقريبا. يعني عايز افتري، لا عايز افتري مع حد، اصل الشاطرين كتير. الشاطرين كتير. بس في حد انت بتقول انا وهو لو وقفنا في، يعني انا بصراحه شفتك انت ودياب حلوين، حلوين قوي. لكن اكيد انت جواك بتقول انه والله لو في خالد الصاوي. خالد الصاوي لا ما هو ده برضه معلم تمثيل، ده عمهم، ده ابن جنيه ده. انت فقدت لك 30 سنه عشان تفكر بس بصراحه لا جبتها. لا, 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 يعني. لا معلش بس يعني مش حكايه افكر يعني، لا هم خالد الصاوي خطير. ايوه مفيش كلام، خطير مفيش كلام، مش طبيعي. خطير. طيب في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي و بتسمع وبتشوف وجوه جديده، والوجوه الجديده دي بتقول لك انا لسه ما وصلتش، انا مش ماجد المصري وما
وما عملتش مسلسل بحر ولا انا نفسي لسه ما وصلت الله العظيم. فخلاص بقى انا حتى لو بحب التمثيل كفايه مش لاقي الفرصه. قول لهم ايه؟ مفيش حاجه اسمها كده. يعني انا شفت لقاء من يومين للاستاذ نور الشريف واحمد عز. كانوا مستضيفينهم زمان. كان بيعمل نور الشريف واحمد عز كان محمود سعد مستضيفهم وقت ما كانوا بيعملوا فيلم مع بعض مسجون ترانزيت اخراج ساندرا نشأت. فمستضيف الجيل ده والجيل ده كويس. فالاستاذ قال ايه؟ قال لك بجد حب شغلك، لو حبيت الشغلانه بحلوها ومرها هتدي لك، ما حبتهاش وما قدرتش على متاعبها احنا بنقف نشتغل بال16 وال18 ساعه اقسم بالله. تصوير 18 ساعه. انا جالي وقت ما كنتش قادر اطلع كرفان والله بجد بيشد، مش قادر اقف على رجليا. مش قادر. انا يمكن تخنت هنا لان انا كنت باكل كميه سكريات كتير عشان اركز وعشان احفظ وعشان اقول وعشان ما فيش جمله تهرب مني وعشان ابقى واعي للتمثيل على قد ما بقدر. صحيح. انت بتشتغل 6 شهور المسلسل ده والتصوير كله خارجي وبرد وفي مناطق كتير. احنا المدافن يعني والله احنا كنا بنصور في وسط مدافن بجد مش هزار مش ديكور. احنا كنا شامين ريحه لو شاب او شابه بيسمعونا دلوقتي تقول لهم ايه؟ انا عشان اوصل للحته دي تعبت فانت لازم تتعب. مش تعبت، انا شفت الويل، تعبت جدا، تعبت واتحرمت من بيتي كتير، اتحرمت من ولادي كتير، والمخرج يقول لك نط في الميه في عز التلج ما تقدرش تقول له لا. انت في الجيش كنت شايف قدامك الطريق هينور في يوم من الايام وانت بتبتدي حياتك الفنيه انه في يوم من الايام هبقى البطل المجد المصري؟ 100%. يا من اول يوم انا طموح جاي برج الحوت وعندي طموح وعندي امل، وبجد طول ما في امل وفي يقين وفي ايمان بالله ان انت ان شاء الله ربنا هيدي لك، والله العظيم هيدي لك. انت اديتنا امل وقعده معاك جميله جدا وكل زمايلي اللي في الاستوديو في الكنترول يعني غير ان هم معجبين بالمسلسل معجبين كمان بشخصيتك. وفرصه الحوارات دي بتبين الجانب الانساني للفنان والجانب الثقافي للانسان وعرفانك بالجميل لاساتذتك، وده شيء محترم ويقدر جدا ورساله لكل الناس. تمنياتي ليك بالتوفيق، مش بس في بحر، في اكتر من مسلسل وفي اعمال سينمائيه جديده ان شاء الله. هتفرج على بحر كل يوم، هشوف الاداء الرائع. شرف ليا، ربنا يبارك فيك اللي انت بتعمله. وبقول لك بمنتهى الامانه انت اديت عمل جيد جدا وربنا ما بيضيعش مجهود اي حد. اكيد. بشكرك جدا، بشكر الساده المشاهدين، بشكر قناه الحياه، القناه الجميله اللي بتعرض مسلسلي، وبقول للناس يتابعوا للاخر هيلاقوا حاجات يعني ربنا يقدرهم بس عليها ان شاء الله. ان شاء الله. شكر جدا يا ماجد على شكرا. ربنا يبارك فيك. ماجد المصري كان ضيفنا في الحياه اليوم، بطل لمسلسل بحر بيعرض على قناة الحياة، مسلسل يستحق المتابعة. وإن شاء الله هنحاول نعمل لقاء مع ماجد مرة تانية بعد انتهاء المسلسل عشان حضراتكم تشوفوا المسج أو الرسالة اللي المسلسل بيؤديها. أنا شخصيا مستمتع جدا بمتابعته كل يوم الساعة 7 على قناة الحياة. دي كانت حلقتنا النهاردة من الحياة اليوم. بكرة إن شاء الله السبت إن شاء الله حلقة جديدة، خليكم معنا. بحر دواي، بحر هو النفس اللي باجي جوايا. حبيبي هتبقى مرتك. مرتك؟ تتجوز؟ عيب ولا حرام؟ طلب يدك وانا وافقك. انا لو موتوني كده مش هتجوز حد غير بحر. انت كده بتظلمني يا حاج وبتظلم بنتك. نصيبك، محدش بيهرب من جدعه. تقدر عليه ولا لسه خايف من الدم؟ بحر الراوي لا بيخاف ولا يتلوي دراعه. دم الدم يا ضو. سلاح ده موجود في كل بيت في البلد. احنا لا كد ربيع ولا رجال، محدش هيقدر يجرب. انا مجرد وسيط يا باشا، ماليش صالح باللي ينفذ ولا اللي يتمسك. اول الحكايه ظلم ابوي واخرها لسه في علم الغيب.